أهلا وسهلا بحضراتكم في صالوننا الثقافي المستمر وموضوعات متجددة. نحن نتكلم يعني في أشياء شتى، في التاريخ، في السياسة، في الفلسفة، السياسة، الفكر السياسي يعني أؤكد على ذلك، والعلوم الطبيعية كلها. ويعني إذا كان علم الاجتماع هو أبو العلوم الاجتماعية، ف أم العلوم الاجتماعية هي الفيزياء وأبوها الرياضيات، كما أن الفلسفة أم العلوم جميعا، طبيعية واجتماعية وإنسانية وكل شيء. والموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة مع صديقي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد فرج علي، الغني عن التعريف لأعضاء الصالون ولعله أيضا لمشاهدينا في اليوتيوب، والدكتور هو أستاذ فيزياء في جامعة بنها وله بحوث كثيرة. أنا أول ما عرفته كان ببحثه المثير للجدل اللي هو بتاع الكون، وهل له بداية ولا ملوش بداية، وكان حتى عمل أصداء يعني هذا الموضوع، بداية الكون وعدم بدايته ومش عارف إيه وكلام زي كده. ممكن هو يتطرق لهذا إذا شاء يعني في حاجات قليلة. وبعد كده اتقابلنا أول مرة كان في تيدكس في دمنهور، أنا وهو وصديقنا الثالث يعني الشادي عبد الحافظ من المنصورة، وكانت صداقة دائمة يعني منذ ذلك اليوم. ونحن يعني هو أكثر من أخ ليا، قابلته في أمستردام وفي القاهرة في أسبوع العلوم المصري في الجامعة الأمريكية، وأنشطة كثيرة يعني رغم أنه من المشتغلين بالعلم الطبيعي أو تحديدا بالفيزياء، إلا أنه هو في ذات الوقت يحاول أن ينشر الثقافة العلمية، فيعني يعمل إيه دورين، دور الباحث الأكاديمي التقليدي ودور أو غير تقليدي أحيانا برضو بالبحوث الجديدة اللي قد تكون مثيرة للجدل للشخص قليل البضاعة من العلم. والدكتور أيضا يقوم بنشر الثقافة والتوعية بين الشباب من خلال السوشيال ميديا ومن خلال أيضا أنشطته الثقافية لاشتراكه في صالون زمرة واحد منها، وهو حصل على جائزة اللي هي الدولة التشجيعية، وإن شاء الله تاخد التقديرية قريبا كمان. أخذ جائزة الدولة التشجيعية ونتعشم يأخذ التقديرية أيضا، ويمكن قناة النيل بعد كده مين يعرف. وجائزة اللي هي نوت الامتياز في من الطبقة الأولى، يعني مش متدرب على الحاجات دهيت، لكن في اللي هو الجائزة بتاعت المنتدى بتاع نيوتن اللي في لندن، جرافيتي ريسيرش، اونربل ريسيرش، يعني جائزه الشرف في احد البحوث، ذكر الشرف في مؤسسه ابحاث الجاذبيه بالولايات المتحده. حلو جدا. طيب، فالمهم يعني كل هذه الاشياء هي موجوده في الخلفيه، حب العلم، حب المعرفه، فكره الحوار، فكره التواصل بين الجنس البشري، فكره انتقال المعلومات عبر البحار والمحيطات والاجناس. ايضا مع كل هذا وهو في الخلفيه، هنتكلم على اصل مشكله هي شغلت الفيزيائيين وشغلت الفلاسفة، بل وشغلت رجال الدين، شغلت أصل الوجود وما هو ومن أين أتى، والسؤال الأساسي من الأسئلة الثلاثة الوجودية الكبرى: من أين أتينا وماذا نفعل هنا وإلى أين سنصير. فالسؤال ده هو لو أجبنا عليه من منظور ديني له إجابات، من منظور فلسفي له إجابات، إجابات متعددة باختلاف الفلاسفة وباختلاف الأديان. أساطير الخلق مختلفة، من الأمون رع لأهرمن للأديان الإبراهيمية، كل قصة لها حدوتة وتفاصيل. فإيه هي حدوتة الفيزياء أو قصة الفيزياء زي ما بقول له قبل ما نبدأ؟ عايزين نسمع حدوتة فيزيائية عن فكرة الوجود، إزاي بدأ وكيف ترى فيزياء الكم أو الفيزياء العمومية، ويبقى لو في حتى مقارنة بين الفيزياء الكلاسيكية وفيزياء الكم، بين رؤيتهم للكون وإزاي بدأ وكيف سينتهي، و يعني وأي شيء هو عاوز بيقوله حول هذا الموضوع أو غيره مرحب به. فنرحب جميعا بالدكتور أحمد فرج علي ونبدأ المحاضرة وأعطيه الميكروفون. لا، ما هو ده هيبقى للكاميرا. طيب، والتاني للسويه ايه يتحط ازاي؟ ممكن تتحط على الترابيزه كده.
هو ما يصفرش بس. طب كده سامعيني كويس؟ سامعيني كويس؟ طيب النهارده هنتكلم عن اتقدم قدام شويه بس لو سمحت يا دكتور. اه سوري عن سؤال، هي ايه الفيزياء وايه منظورها او ايه وجهة نظرها عبر النظريات المختلفة اللي ظهرت فيها عن الطبيعة اللي احنا عايشين فيها واللي احنا جزء منها. فمحاولة الطبيعة او محاولتنا في الفيزياء ان احنا نفهم الطبيعة، احنا حرفيا بنحاول نفهم نفسنا. طيب النهاردة في صورة النهاردة يعني هعبرها على حضراتكم ان احنا فعلا ازاي احنا الطبيعة. لما تيجي تشوف الكون، بتشوف الكون ده عبارة عن كلاسترز او عناقيد من المجرات اللي بتقدر بمئات الملايين من المجرات المنظورة وغير المنظورة. المجرات دي عبارة عن مجموعة من النجوم مكونة يعني زي عناقيد كده، وكل نجم حوالي الكواكب الخاصة بيه، وكل كوكب حوالي الأقمار الخاصة بيه. لما تيجي تتأمل في مخك اللي هو الريسيفر اللي عن طريقه بتستقبل الطبيعة، بتلاقي هو كمان متكون من حوالي 100 مليار خلية. في توزيعة كده تحس ان توزيعة الكون التجانس بتاعها شبه التجانس بتاع توزيعة الأعصاب الموجودة في المخ البشري بتاعنا. في كلمة وده خلى واحد من علماء فيزياء الكم ديفيد بوم يقول كلمة جميلة قوي، بيقول لك in some sense man is microsome of the universe therefore what man is a clue to the universe. كأنه عايز يقول ان الانسان عبارة عن هو الكون المصغر. طيب طب انا علاقتي بالفيزياء يا عم، انا شغال ادارة اعمال، شغال مهندس، شغال طبيب، حرفيا احنا كل واحد فينا فيزيائي. احنا طول النهار بنحاول نقيس الطبيعة اللي حوالينا وبنحاول نستخرج منها انساق. كل واحد ليه قوانينه الخاصة. بتقعد تقيس الحواس الخمسة بتاعتك هي أداتك لقياس هذه الطبيعة. بتستخدم الأوبتكس علم الفيزياء البصريات، بتستخدم الساوند ويفز، بتستخدم الإلكتريكال بالسز عشان تقدر تقيس الطبيعة. أنت وأنت قاعد دلوقتي أنت بتكون صورة عني وأنا بتكلم معاك، تكون صورة عن صوتي، عن الإيمج بتاعتي، بتحتفظ بيها كأنك بتعمل إكسبيرمنت عليا، وبتكون باتر، بتكون نسق. النسق ده بنسميه في الطبيعة أو في علم الفيزياء القانون أو القوانين. فكلنا بلا استثناء فيزيائيين بدرجات متفاوتة حتى اللي ملوش علاقة بالفيزياء. طيب فالفيزياء هنا about measuring، إن إحنا إزاي نقيس الطبيعة اللي إحنا عايشين فيها. طيب طبعا قصة العلم بتبدأ من أيام الفلاسفة اليونانيين أرسطو وطاليس وبلاتو وغيرهم أو أفلاطون. بس عشان نقدر نقول إن الفيزياء دي كعلم ومنهج نقدر نقول إنها بدأت مع جاليليو ونيوتن، وخصوصا لما نيوتن جالنا، وطبعا الحاجة الشهيرة اللي حصلت لما التفاحة نزلت عليه، طلع لنا بقانون نقدر نقول عليه قانون كوني. طب ايه هو الجمال هنا؟ انت في ملاحظتك للطبيعة دايما بتلاحظ الطبيعة وفقا للبيئة اللي انت منها، فدايما ملاحظتك متبوعة بايه؟ بانحيازات. انحيازات وفقا لايه؟ انت اتولدت فين؟ اتأثرت بمين؟ مين كان ابوك؟ مين كان امك؟ وهكذا. فدايما ملاحظاتك بيحيط بيها الانحياز، فبالتالي ما بتبقاش دائما بتعبر عن الحقيقة. نحن فيزيائيين بالإيه؟ بالفطرة، أو نحن فيزيائيين بالطبيعة. ولكن اللي بيفرق فيزياء عن فيزياء قد إيه أنت واصل للحقيقة المجردة. الحقيقة المجردة
اللي ملهاش علاقة انت نشأت فين او افكارك المسبقة ايه. كان على رأس الناس دولة نيوتن لما شاف التفاحة نزلت على الارض، ما حاولش يقول يا جماعة ده تفسيره ان انا قريت مش عارف في الفلسفة اليونانية كذا او الفلسفة الانجليزية كذا او الناس اللي قبلية قالوا كذا فانا هقول فكرة مبنية عليهم. لا، هو بصلها بشكل مجرد تماما، عزل نفسه عن كل الانحيازات المسبقة فوصل لي فكرة مجردة عن الطبيعة واستنتج منها قانون يقدر يفسر بيه العلاقة ما بين التفاحة والأرض والعلاقة ما بين الأرض والشمس والعلاقة ما بين النجوم والأرض. قانون كوني، قانون الجاذب العام. فهنا كل ما تكون رؤيتك للطبيعة مجردة كل ما توصل للحقيقة بتاعتها وكل ما تغلف ملاحظتك للطبيعة بانحيازات مسبقة كل ما تكون أبعد عن الحقيقة بتاعت الطبيعة. فكان على رأس الناس دي اللي علمنا ده نيوتن. بس نيوتن أدرك لنا الطبيعة دي كأنها مكنة أو آلة وليها عارفين اللي هي بيسموها الايه الوصفه بتاعه الاله بيسموها ايه الايه المانيوال بتاع ان الطبيعه او الكون ده او الطبيعه او الكون اللي حوالينا ده ليه مانيوال والمانيوال ده هو القوانين وقوانين مطلقه قوانين الفيزياء الصالحه عند كل زمان ومكان. ولو عرفنا المانيوال ده نعرف الطبيعه دي جت منين ورايحه فين، نقدر نعرف من خلال القانون الماضي والحاضر والايه والمستقبل ومن ثم تقدر تتحكم فيها. انا ازاي اقدر اتحكم في اي نظام؟ نعرف المانيوال بتاعه ومن ثم اقدر اتحكم في النتائج بتاعته. الثوره الصناعيه اللي انتوا شفتوا اللي احنا حاسين بيها اثرها لحد دلوقتي اللي شملت العالم كله كلها مبنيه على قوانين نيوتن، بدات بقوانين نيوتن ان احنا عرفنا مانيوال للطبيعه. بس فأثناء ما كان نيوتن بيحاول يفهم الكون ده اصطدم بنقطتين، نقطة تعريفه للمكان نقطة تعريفه للزمن. وجاء قال لك الزمن ده مطلق، احنا بارامتر بنميزه او بنخلقه عشان نقدر نعمل معنى للحركة اللي حوالينا، هو بارامتر مش موجود في ذاته انما احنا بنخلقه بمخنا عشان نقدر نعمل معنى للحركات المختلفة اللي بتدور في الكون حوالينا. في حركات الشمس رايحه كده والارض رايحه كده والقمر واحنا بنتحرك رايحين شغلنا وجايين من شغلنا في، فلازم نخلق بارامتر نميز بالحركه دي. خلقنا بارامتر الزمن. طب الحركه دي مطلقه ولا مش مطلقه؟ قال لك الحركه ديت البارامتر بتاعها مطلق، بمعنى اصح انا لو باجي اقيس حاجه تتحرك على الارض وبقيسها بقيس الزمن بتاعها وانا على القمر هقيسها بنفس الساعه بنفس الزمن. وظل الفكر ده سائد لحد ما جاء اينشتاين في بدايه القرن العشرين واكتشف لنا النظريه النسبيه الخاصه والنظريه النسبيه العامه. النظريه النسبيه الخاصه والنظريه النسبيه العامه بمنتهى البساطه كل قضيتها او اينشتاين صاغها لما اصطدموا بفكره هل يعني او اللي حصل ايه؟ أو السؤال أو التجربة اللي اتعملت. ما تجربة كده اتعملت في آخر القرن 19، إحنا دايما متعودين بحواسنا الخمسة وعشان إحنا عايزين من هنا نفهم إن دايما مش طريقتك لقياس الطبيعة هي تخبرك بحقيقة الطبيعة. بحواسنا الخمسة دايما متعودين إنك أنت مثلا لو متحرك بسرعة 20 وواحد جنبك متحرك بسرعة 50 وهتيجي تقيسه وهتقيسه بكام؟ 30 الفرق السرعات. ده قوانين نيوتن مبنيه على ده. بس جم يطبقوا نفس القوانين دي على الضوء مثلا يبتدوا يعجلوا الضوء دوت او يبتدوا يقيسوا الضوء ويدوا له سرعه ويجوا يقيسوه يلاقوه برضه بسرعه الضوء ما بتتغيرش. يعكسوا الاتجاه برضه سرعه الضوء. يغيروا الزاويه برضه سرعه الضوء. ايه ده؟ يعني بمعنى صح لو انت متحرك بعربيه مثلا بتتحرك بنص سرعه الضوء وعربيه جنبك بتتحرك بسرعه الضوء هتيجي تقيسها هتقيسها بسرعه الضوء ولا بنص سرعه ولا نص سرعه الضوء؟ بسرعه الضوء دايما ثابته. ايه ده يا عم؟ ايه المشكله دي؟ حاجه بتصدمنا في حواسنا الخمسه
احنا دايما متعودين ان احنا بنطرح لما نتحرك بنفس في نفس الاتجاه وبنجمع لما نتحرك في عكس الاتجاه. دي الحواس الخمسه بطريقتنا لادراك الطبيعه كده. دي صدمتنا في هل احنا فعلا مدركين الطبيعه على حقيقتها ولا حواسنا الخمسه بتخدعنا ولا الوجود او الطبيعه بتتصرف بشيء واحنا مجرد شايفين جزء صغير منها. فجاء اينشتاين سنه 1905 وبعد كده 1915 لما عمل النسبيه الخاصه والعامه قال يا جماعه طب ليه ما افترضتش ان سرعه الضوء سرعه مطلقه؟ وخلي بالك الفرض دوت هو فرض امبيريكال ما نعرفلوش اثبات نظري. هتسالني طب ليه هو سرعه مطلقه؟ ما اعرفش. تجريبي. اثباته ايه؟ ما تعرفش. الفيزياء لحد دلوقتي ما جاوبتش عليه. وقال لك طب لو فرضت انها سرعه مطلقه ده معناه ايه؟ انت بترصد عمليه الرصد وانت بترصد الحاجه بتستخدم ايه؟ مش بتستخدم بالسس؟ فانت بتخلق ايه او بتستخدم البارامتر الزمني. فعشان دايما ترصد سرعه الضوء ثابته لازم البارامتر اللي انت بترصد بيه يبقى ايه؟ نسبي. المتغير اللي ترصد بيه نسبي اللي هو في الحاله دي هو مين؟ هو الزمن. فالزمن ده في الحاله دي ممكن يبقى يحصل له تباطؤ ويحصل له ايه او يتغير بناء على سرعتك في الرصد، لان سرعه الضوء دائما ايه ثابته. ما دام ثبتت شيء يبقى الشيء او البارامتر اللي انت بتستخدمه عشان ترصد بيه اللي هو الزمن لازم يتغير. اصبح هنا الزمن غير مطلق، ما فيش حاجه اسمها زمن مطلق للكون. كل نقطة في الكون لها زمنها الخاص، الزمن النسبي. فمن هنا طلع مفهوم التايم دايليشن في النسبية الخاصة. وطلع بس هنا اللي حصل صراع ما بين نيوتن دلوقتي ومين؟ واينشتاين. ايه هو الصراع؟ واللي قعد نيوتن 10 سنين يحاول يجاوب عليه. ايه هو؟ اينشتاين نيوتن قال لك ايه؟ ان الجاذبيه سرعتها ايه؟ سرعه لا نهائيه. الارض بتاثر على التفاحه بسرعه في الزمن في اللا زمن في الناو. الشمس بتاثر على الارض في الناو في اللا زمن. ده معناه ان الجاذبيه بتتحرك بسرعه اكبر من ايه؟ من سرعه الضوء. انما اينشتاين فارض ان اسرع حاجه الماده تتحرك بها هي سرعه الايه؟ الضوء. فالصراع ده خلى اينشتاين يقعد حوالي 10 سنين يحاول يحله. في الفيديو اللي حضراتكم شايفينه دوت بمنتهى البساطه بيفترض افتراض، بيقول لك ايه لو الشمس اختفت من مكانها ايه اللي هيحصل؟ احنا نحس باختفاء الضوء بعد كام دقيقه؟ بعد 8 دقائق. طيب الارض هتسيب مسارها بعد كام دقيقه وفقا لقوانين نيوتن؟ هتسيب في نفس اللحظه، لان ما بقاش في حاجه دلوقتي اتراكت، يعني ما فيش حاجه بتجذبها. طب دلوقتي طب فده معناه ايه؟ ان الارض حست باختفاء الجاذبيه بتاعه الشمس اسرع من احساسها من اختفاء ايه؟ من اختفاء الضوء. فمن هنا اينشتاين قال طب عشان احل المشكله دي طب ليه ما افترضش ان الزمان والمكان بيحصل لهم اهتزاز زي ريبل جرافيتيشنال ويف. اول ما بتختفي الشمس الزمان والمكان ده بيحصل له تراكس او اهتزاز. الاهتزاز ده هو كمان بياخد 8 دقائق عشان يوصل الارض ويزيحها من مكانها. فمن هنا وفق ما بين سرعه الجاذبيه اللي هي اهتزاز الزمان والمكان وما بين سرعه الضوء، وبالتالي الجاذبيه هي كمان ما بتتحركش اكبر من سرعه الضوء. ومن هنا اتنبأ بوجود حاجه اسمها الموجات الجاذبيه اللي تم قياسها سنه 2016 واتخذ فيها جائزه نوبل سنه 2017. ان في حاجه اسمها موجات الجاذبيه. ايه موجات الجاذبيه؟ ان الزمان والمكان مش مجرد ان هو بيحصل له دايليشن او بيحصل له تباطؤ او تسارع، لا ده كمان ممكن ايه؟ يتراقص. ما فيش حاجه الزمن هنا ما بقاش في اي شيء مطلق. تمام؟ طبعا فرضيته ديت خضعت وفقا لتعريفنا للنظريه العلميه، النظريه العلميه يجب ان تكون خاضعه لايه؟ لعدد من الاختبارات.
وتجتازها، اقدر اكتشف مدى صحتها ومطبقه لحد انهي مدى. فطبعا عن طريق النسبيه العامه استطعنا ان نفسر بها حركه عطارد، استطعنا ان احنا او اينشتاين تنبأ قال لك طب دلوقتي لو الضوء ده عباره عن ماده وبتتحرك في مجال جاذبيه، هل هتتاثر بمجال الجاذبيه؟ دلوقتي مجال الجاذبيه بيعمل ايه في الزمان والمكان؟ بيخليهم ينحنوا، بيخليهم يتراقصوا. هل الضوء كمان وهو ماشي في الزمان والمكان ده هو كمان هينحني او يتراقص؟ قال لك اه. طب وده معناه ايه؟ هل يمكن قياس ده؟ قال لك يمكن قياس ده. وفعلا تم قياس ده سنه 1919 على ايد العالم ايدينغتون اللي هو العالم الفلكي الانجليزي الشهير. زي ما حضراتكم شايفين هنا في الفيديو ده، ان لو انت عندك كلاستر وعندك مثلا عايز تقيس نجم مستخبي ورا الكلاستر ده، الضوء بتاعه كافي ان هو يروح وينحني حوالين التجميعة او مجال الجاذبية ده بحيث ان احنا نقدر نرصده على الارض. فاينشتاين او هنا عرف حاجة مهمة جدا، قال لك ايه؟ ان عندك كتلة او عندك سرعة، دي دايما تعمل لك انحناء في الزمان والمكان. هل هنا دلوقتي عندك الزمان ليه تعريف مطلق؟ يبقى الزمان هنا والمكان بيتشكل نتيجة تشكل مين؟ الطاقة اللي موجودة. عندك طاقة، عندك انحناء. مفيش طاقة، مفيش ايه؟ مفيش انحناء في الزمان والمكان. فأصبح دلوقتي ملوش أي معنى مطلق، معنى نسبي، معتمد على المعلومات اللي موجودة. المعلومات دي اللي هي متمثلة فين؟ في الطاقة المنسابة في هذا الكون. طبعا اينشتاين عشان نقدر نقول ان النظرية دي صالحة لازم يكون لها حدود للتطبيق. التطبيق بتاعها صالحة لحد فين؟ اينشتاين وقبله نيوتن قالوا يا جماعة قوانين الفيزياء صالحة عند كل الزمان ومكان، بس لما جينا نحاول نفهم نحاول نحل معادلات اينشتاين للزمان والمكان، لقينا ان المعادلات ديت بتنهار عند نقاط في الزمان والمكان. يعني ايه؟ يعني النظريه ليها فرض، الفرض دوت استنتجت منه حاجات والحاجات دي تم اختبارها، وكذلك النظريه راحت متنبئه باشياء بتتعارض مع الفرض الاساسي بتاعها، فعشان كده سميناها سنجولاريتي او فيزيكال سنجولاريتي، متفرده فيزيائيه. يعني ايه؟ يعني حاجه بتتعارض مع مين؟ مع الفرض الاساسي للنظريه اللي اتبنت بيه. من الناس اللي اشتغلوا على السنجولاريتيز دي العالم هوكينج اللي كان عيد ميلاده امبارح يعني او ذكرى ميلاده، والعالم بن روز وغيرهم كتير، وضحوا لنا ان قوانين الفيزياء اللي اكتشفها اينشتاين غير كافيه لوصف هذا الكون، غير كافيه لوصف هذا الوجود. صحيح هي ناجحه انها تعرفنا حاجات كتير في الكون، الا انها غير كافيه. طب ازاي نكملها؟ دي بالنسبه لنا كانت بالنسبه لنا ديد اند او نقطه نهايه للفيزياء الكلاسيكيه. الفيزياء الكلاسيكيه ليها حدود للتطبيق، بعد هذه الحدود بتنهار، ويجب عايزين اطار اكبر عشان نقدر نفسر او نفهم بيها الوجود اللي احنا فيه. جت ثوره فيزياء الكم سنة 1920. ايه في ثورة فيزياء الكم بقى؟ كان قال لنا العالم نيوتن وبعديه اينشتاين ان الكون ده ايه؟ ليه مانيوال، صح؟ لو عرفت القوانين ها فانك تقدر ها تتنبأ بشكل يقيني بمستقبل ان اي نظام داخل هذه الطبيعة. جت فيزياء الكم قالت لك بس الكلام ده مش صحيح، الطبيعة مش كده. يعني ايه الطبيعة مش كده؟ انتوا كنتوا شايفين الطبيعة بشكل مش صحيح، كنتوا شايفين جزء صغير منها واعتقدتوا ان الجزء الصغير ده هو الطبيعة، لكن هو مش الطبيعة خالص، ده مجرد نسق بسيط جدا منها. يعني بمعنى صح احنا داخلين على حاجة دلوقتي بتضاد او بتعاكس قدرتنا على ادراك العالم بحواسنا الخمسه، قدرتنا على صياغه هذا العالم بالمنطق اللي احنا
عايشين بيه بقالنا آلاف السنين. ايه ده؟ عباك كده؟ ايه هي فيزياء الكم؟ بمنتهى البساطة عشان اوضحها لحضراتكم، دلوقتي وانت بترصدني او انت بتبص، احنا دلوقتي احنا قلنا اتفقنا ان احنا كلنا فيزيائيين، بتستخدم دلوقتي ايه؟ الضوء، صح؟ طب هل انت وانت بترصدني دلوقتي لو غيرت زاوية رصدك ليا هيتغير مكاني من وجهة نظرك، من وجهة نظر حواسك الخمسة؟ طيب عارف اللوكيشن بتاعي بشكل يقيني ولا مش عارف اللوكيشن بتاعي بشكل يقيني؟ او اقل بالنسبة لك عارف اللوكيشن بتاعي بشكل يقيني، تقدر تتنبأ بحركتي لو انت عارف انا بتحرك ازاي، فتقدر تقول اه ده الكائن دوت هيتحرك بشكل معين لو انت عندك معادلة لي. تعال بقى نسقط هذا على مكوناتك. ايه مكوناتي يا عم؟ انا من لحم ودم. طب واللحم والدم دوت على المستوى الاقل منه ده عبارة عن جزيئات. طب والجزيئات عبارة عن ذرات، والذرات عبارة عن جسيمات اولية، والجسيمات الاولية مين عالم ما يمكن مكونها حاجة زي الاوتار او نظريات الاوتار اللي طالعة دلوقتي. يعني ايه هي؟ طب ايه اللي بيحصل على المستوى الكمي؟ بمنتهى البساطة اي شيء تتخيله فيزياء الكم خلافه، فهي لا يمكن تخيلها بالعقل الكلاسيكي اللي هو حبيس الحواس الخمسة. عشان نوضح اكتر، دلوقتي هنفترض انك انت عايز تبص على الكترون، هتستخدم ايه؟ ميكروسكوب. طب هتستخدم الميكروسكوب ايه؟ فوتونات. طب والفوتونات وهي نزل على الالكترون هتعمل فيه ايه؟ هتعمل له اثاره مثلا معينه. الاثاره دي كافيه انها تحركه ولا ما تحركوش؟ تحركوا. السؤال هنا دلوقتي، الحركة ديت نتيجة قرارك انك تقيسه ولا نتيجة وجوده المطلق؟ طب واحد تاني استخدم ميكروسكوب ادق او استخدمه بزاوية مختلفة، هيقيس نفس اللي انت قيسته ولا هيقيس شيء مختلف؟ في الواقع هنا، هل انت بتقيس الطبيعة ولا بتقيس بصمتك انت على الطبيعة؟ طب ايه هي الطبيعة؟ حرفيا العلم لا يعرف هذا الامر، نحن فقط بنقيس بصمتنا على الطبيعة، ما نراه من الطبيعة في محاولتنا لقياس المادة بالمادة. ايه ده يعني ايه؟ احنا ما نعرفش الطبيعة؟ الاخطر من كده ايه؟ فجاب بتوع فيزياء الكم قال لك خلاص ما دام انا ما اعرفش الطبيعة هروح مقرر ان الطبيعة بتتوصف بحاجة اسمها الويف فانكشن او الدالة الموجية. الدالة الموجية ديت هي اللي بتوصف اي نظام في الكون بما فيه الكون ككل. في حاجة اسمها الدالة الموجية للكون ككل. اي نظام في الكون ليه دالة موجية خاصة بيه. لما انت بتقرر تقيسه بحواسك الخمسة، ده دي مدرسة في الفيزياء الكم بتقول كده، اسمها مدرسة كوبنهاجن، تقول لك ايه؟ لما انت تقرر انك تقيس الكون ده بحواسك الخمسة، الدالة الموجية بتنهار. طب بتنهار ليه يا عم؟ ما نعرفش. طب ولما بتنهار بتقيسه كشكل كلاسيكي وفقا لحواسك ليه؟ الخمس. طب هل الدالة الموجية ينفع قيسها؟ ما ينفعش قيسها، لانك انت لو قست الدالة الموجية هتعرف ايه هي ايه؟ ايه هي الطبيعة؟ طب اعرف ان في دالة موجية؟ هنا السؤال، انك انت نتيجة جهلك بالنظام على المستوى الكمي بتاعه افترضت نسق رياضي بيوصفه مالوش مردود طبيعي في ذهنك، الا انك من خلال النسق الرياضي ده بتحدد احتمالات منها حاجه اسمها الاكسبكتيشن فاليو، ذا موست بروبل فاليو، اكتر قيمه ممكن تتوقعها.
والقيمه المتوقعه دي هي اللي بتخضع للفيزياء الكلاسيكيه اللي احنا عايشين فيها، اللي هي معتمده على ايه؟ حواسك الخمس، ادراكك انت، الجهاز اللي انت مستخدمه انت. نعم دكتور، لو سمحت، ازاي الويف فانكشن بيحصل لك اللبس لما انا ما نعرفش؟ ما انا هقول لك بقى، استنى المداخلات في الاخر. طيب دكتور. ماشي خلاص، لو اي اسئله، اي اسئله بص اكتب، لو انت اي حاجه اعترضت عليها اكتبها في ورقه ونتكلم فيها في الاخر. ماشي، ده دي مدرسه واحده، انا هتكلم في مدرسه تانية العب من دي اسمها مدرسه ميني وورلد انتربريتيشن بتاعت ايفرت، واللي هي اقرب، انا يعني انا اقرب ليها من المدرسه بتاعت كوبنهاجن. وخلي بالك هنا احنا بنتكلم في معادلات رياضيه، معادلات رياضيه تحتمل اكثر من تفسير واكثر من تاويل، نفس المعادله، فمالك بالنص او الكلمه اللي هي اقل وطأة من مين؟ يعني ما انا صح ايه؟ تحتمل معاني اكتر بكتير كده من ايه؟ من المعادله الرياضيه. يعني انا لما اجي اقول لك 1 زائد 1 بيساوي 2، هل دي لها اكتر من معنى؟ لا، ليها اكتر من معنى، معناها معادله رياضيه وكلنا متفقين على النتيجه وكلنا متفقين على الكومبوننتس بتاعتها مكوناتها، الا انها لها اكثر من تفسير. فبالك باي نصوص ادبيه احنا بنتكلم فيها. الرياضه اللي احنا ما بنقدرش يعني كلنا بنخشها واحنا بنحبها كلنا، صح؟ انا بحب الرياضه وعارفين، يقول لك معادلات لا تكذب، دي المعادلات ما بتكذبش، صح؟ مش احنا بنقول كده معادله لا تكذب، الا انك في محاولتك لفهم هذه المعادلات هناك اكثر من تفسير لفهمك ليها، مما ينعكس على استيعابك للوجود اللي بتمثله هذه المعادله. طيب ده السؤال، النقطه الاولانيه بتقول لك ايه؟ ان الويف فانكشن بيحصل لها كولابس، بتنهار. ليه يا عم؟ اصل انا قررت ابص عليها، ابص على النظام. اول ما قررت تبص على النظام، النظام كانه بيحس بيك، فتروح ايه؟ الويف فانكشن تنهار. ايه يا عم ده؟ طب ليه اتعارض؟ عشان انت قررت تقيس. ايه ده يعني وعي بيا؟ قال لك اه يعني حاجه شبه كده. وفي تجربه مشهوره جدا كلنا عملناها واحنا في ثانوي تقريبا، او احنا في اللي دخلوا كليات عمليه، اسمها تجربه التداخل. ايه تجربه التداخل؟ لو انت عندك ضوء او بيم اوف الكترونز، يعني بيم يعني شعاع من الالكترونات او شعاع من الضوء او شعاع من الفوتونز، وداخل على حاجه زي دبل سليت او يعني شق مزدوج، ايش البتاع وهو داخل؟ الالكترون هو داخل اهو، جسيم واحد اهو داخل. الويف فانكشن تقول لك بيخش في الشق المزدوج في نفس الوقت، ومش كده وبس، ويروح مكون لك ايه؟ نسق غريب جدا اسمه نسق التداخل. تلاقي كده هدبه في النص كبيره قوي كده، وهدب صغيره كده، وهدب ظلاميه ما بينهم، ضوء ظلام ضوء ظلام ضوء ظلام. ايه ده؟ ده معناه انه حصل ايه؟ في حاجه غريبه حصلت جوه. الغريب في الامر لما تيجي تبص بعينك او بميكروسكوب على اللي بيحصل، تلاقي الالكترون خد شق واحد بس. حس بيا ازاي؟ ما اعرفش. الويف فانكشن بتاعته انهارت اول بس ما تقرر انك تبص عليه، حس بيه في لحظتها في الناو. وهنا الغريب في الامر انه بيحس بيك في لحظتها، يعني حس بيك بسرعه اكبر من سرعه الضوء، ما نعرفش. فتيجي بتاع فيزياء كم يقول لك ده اكيد في كوانتم انتانجلمنت، يعني تشابك كمي، حاجه كده، يعني ايه؟ ان المعلومات بتتشابك كميا بشكل في الناو او في اللحظه، في اللحظه الحاليه بس. طب وانهارت ليه؟ ايه اللي خلاها تنهار؟ وانا يعني شكلي وحش عشان وانا بخش مع النظام وبقيسه ما عجبوش شكلي مثلا فراحت انهارت؟ ما اعرفش. يجي بعد كده ايفريت يقول لك لا ما بتنهارش. ازاي ما بتنهارش يا عم؟ قال لك الويف فانكشن دايما موجود. طب ازاي؟ قال لك لما تيجي تقرر انك تقيس النظام، هناك عدة كل القرارات بلا استثناء موجودة. فانت لما تيجي تقرر انك تقيس النظام بشكل معين، انك اكنك بتخلق عالم خاص بيك وخاص بقرارك للقياس، مع وجود العالم
اللي محدش قاس فيه حاجة، مع وجود العالم اللي فيه حد قاس بشكل مختلف. ده معنى ايه؟ معناه او بيسموه الميني وورلد انتربريتيشنز. معنى صح دلوقتي انا باخد قرار معين، طب فيها ايه لو خدت قرار غير القرار في اللحظة دي؟ مش كان العالم اتغير؟ مثلا لو هتلر ما كانش قرر ان هو يخش مثلا بولندا سنة 39، مش كان العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي كان مختلف؟ تخيل فيزياء كان بتقول لك ايه؟ الهيلبرت سبيس موجود بالكامل، انت بس بتخبر منه اللي بتقيسه فقط، مع وجود كل الاحتمالات، وجود فيزيكال، وجود طبيعي. ده عشان يقدر يقول ايه، او عم افرت عشان عايز يقول لك ايه، ان الويف فانكشن ما بتنهارش خالص، عمليه القياس ما بتنهارها، ما بتخلاش تنهار. التجربه اللي احنا بنتكلم فيها التداخل ديت كلنا بنسنا بنشوفها في المعمل. تجربه بتقول لك قبل ما تقيس الالكترون بياخد المسارين، يعني ايه بياخد المسارين؟ كل شيء ممكن قبل عمليه القياس. اول ما تقيس يبدا يتصرف النظام وفقا لحواسك الخمسه على الادراك. مش كده وبس، تأثير تاني وبيتقاس في المعمل اسمه السكاننج تانلينج مايكروسكوبيك. انت مثلا لو فرضنا مثلا عم محمد سميح اللي بيصورنا ده قوته 70 حصان، طلع كده روح جيم وقال لك انا 70 حصان النهاردة، بس قلت له عم محمد سميح انت لو عايز تكسر الحيطة دي، الحيطة دي عشان تتكسر محتاجة كام واحد باور؟ كام عنده 10,000 حصان، عايزة يعني ونش تقريبا حاجة زي كده. احتمال ان محمد سميح يكسر الحيطة دي قد ايه؟ 0%. مهما يعمل يخبط راسه يخبط ايده مفيش، ده حيطة. تعالى بقى على المستوى الكمي، الالكترون مثلا طاقته، الطاقة بتاعته 5 جول مثلا او 5 الكترون فولت، والحيطة اللي قدامه او البوتنشال اللي قدامه محتاج كام؟ 100 الكترون فولت عشان تعدي. وتلاقي بقدره تقدر ما تعرفش ازاي الالكترون بيعدي الناحيه الثانيه، كانه بيحفر نفق ويعدي، مع ان طاقته غير كافيه انها تعدي البوتنشال ده. وده تم قياسه تجريبيا وبيتم بشكل كمي، تاثير كمي بحت، وتم التنبؤ به نظريا قبل ما يتم قياسه تجريبيا. من عجيب فيزياء الكم، من عجيب فيزياء الكم تقول لك ايه؟ احنا دايما متعودين يقول لك انت فرغت حاجه فرغت شيء، فالفراغ دوت يعني معناه انه ولا حاجه، صح؟ ملوش اي تركيب، انت فرغته خالص. تيجي فيزياء الكم تقول لك لا لسه، يعني ايه لسه؟ ده فرغته خالص. قال لك لا، ده الفراغ ممكن يحصل له فلكتويشن، في احتماليه ان يطلع منه جسيم وجسيم مضاد. الاحتماليه دي قائمه وبتتحسب. علم الكوانتم الكتروديناميكس كله مبني على انك بتحسب حاجه اسمها الفاكيوم فلكتويشنز او الكوانتم فلكتويشنز، في حاجات كلها ضد الطريقه الكلاسيكيه في فهم الوجود او طريقة ادراكنا للوجود من خلال حواسنا الخمسة، وكأن حواسنا الخمسة مجبرة انها تحطنا جوا سجن، لنظن ان السجن ده هو حقيقة الوجود اللي احنا فيه. الغريب في الامر دلوقتي، طب انت بتشوف الوجود ازاي؟ بتشوفه بشكل كلاسيكي ولا بتشوفه بشكل كمي؟ حد يجاوب؟ حواسك الخمسة. طب مخك شغال كلاسيكيا ولا كميا؟ تعال بقى نحللك بقى قدام. انت قدامي عباره عن ايه؟ مخ. طب المخ ده عباره عن ايه؟ 100 مليار عصب، وال100 مليار عصب جزيئات، والجزيئات ذرات،
والذرات ديت في حالة إيه؟ تفاعل كمي ولا تفاعل كلاسيكي؟ كمي. كل الأفكار اللي تولد في مخك هي نتائج لتفاعلات كمية. على ما توصل لحواسك الخمسة بتكون كل هذه الأفكار أو كل هذه الصور تلاشت أو حصل لها كولابس لحد ما تدرك الطبيعة بشكل كلاسيكي. لكن أنت في الواقع مجرد تفاعلات كمية. ينهر يعني أنت يعني اللي إحنا بنقول عليه ده بيحصل جوا مخك. كل شيء ممكن جوا مخك. أيوة. طب إذا قلت لك بقى إن مخك هو الطريقة الوحيدة ليك لإدراك الوجود، فأنت دلوقتي مدرك الوجود بشكل كلاسيكي في آخر بوابات، بس البوابات الأخيرة الخمس، فبالك لو أدركت الوجود بشكل كمي وشفت الويف فانكشنز أو الميني وورلد انتربريتيشنز، التفسير بتاع العوالم المتواجدة هذه، وشاهدت توابع كل القرارات الممكنة وهي بتحصل جوا مخك، حرفيا هذه هي طريقة عمل مخك، عبارة عن كوانتم كمبيوتر كوايت أدفانسد، متقدم للغاية، لدرجة ان في بعض العلماء بيقولوا عشان نعمل كوانتم كمبيوتر موازي المخ الانسان لازم نعمل كون من اول وجديد، مش كافي معمل، لازم كون من اول وجديد. طيب القدرات بتاعة المخ كمان غريبة قوي. احنا عندنا في الفيزياء في حاجة اسمها البترفلاي افكت، عارفينها؟ لا، تأثير الفراشة. ايه تأثير الفراشة ده؟ بيقولك ايه؟ ان لو مثلا فراشة هزت جناحها في مكان ممكن تعمل اعاصير في مكان تاني. ده مش معناه ان الفراشة ديت ايه عفية ويعني وعندها عضلات، لا، معناه ان الطبيعة كلها كونكتد مع بعض والاثار بتاعتها متتبعة، بحيث انها من الممكن ان جناح فراشة يكون احد الاسباب الضروريه لحدوث ايه؟ اعصار. تعال نحط نفس المثال ده على مخك. ال 100 مليار عصب، هل ال 100 مليار عصب دول متصلين بالكون ككل ولا لا؟ ايه اللي يفرق عصب عندك من الفراشة؟ بمعنى أصح، لو حدث انفجار نجمي في مكان محدد أو مكان ما في الكون، حرفيا ده ليه الصدى بتاعه جوه مخك، ليه التأثير بتاعه جوه مخك على المستوى الكامل. طيب الكلام اللي احنا بنقوله ده شكله خيال علمي، يعني ايه ده؟ يعني احنا مخ ده سوبر كمبيوتر او كوانتم كمبيوتر؟ It's something like this، يعني حاجة اكبر من كده كمان بكتير. طب الكوانتم ديت اللي هي ويف فانكشن وموجودة، والويف فانكشن دي لو موجودة وما بتحصلها ما بيحصلهاش كولابس، يبقى في عوالم متعددة اللي فيها كل الخيارات ممكنة، هل هي ناجحة في انها تخبرنا بعض الشيء او انها يتم اختبارها وتحقق نجاحات في ان احنا نفهم الطبيعة؟ نعم، مفيش انجح من فيزياء الكم في توصيف الطبيعة على المستوى الصغير. فهمتنا الذرة، فهمتنا الجسيمات الاولية، ساعدتنا في ان احنا نوحد القوى الطبيعية، القوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية والقوى الكهرومغناطيسية، فهمتنا حاجات كتير جدا. كل التكنولوجيا اللي انت عايش فيها مبنية حرفيا على فيزياء الكم، وكل التقدمات سواء العسكرية سواء التكنولوجية النانو تكنولوجي، كل ده بيورلي فيزياء كم.
هنا السؤال او النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي، طب لو فيزياء الكم كده ناجحه قوي يعني في تفسير كل شيء او تفسير الدنيا، ايه اثر ده بقى على ان احنا نفهم الوجود اللي احنا فيه؟ تعال نحلل الوجود اللي احنا فيه. ايه هي القوة المؤثرة فيه؟ عندك اربع قوى طبيعية مؤثرة في هذا الكون: قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، وقوة القوى النووية الضعيفة، وقوة النووية القوية. فيزياء الكم اشتغلت زي الحلاوة، اشتغلت كويس جدا مع الكهرومغناطيسية، الكوانتم الكتروديناميكس، كل التفاعلات الكيميائية بنفسرها بالكوانتم الكتروديناميكس، اشتغلت كويس جدا مع الفيزياء النووية او القوى النووية الضعيفة او القوية. انما جت عند الجاذبية ونحاول نوحد ما بينهم، ما فيش فايدة، او معنى صح محاولات كتير جدا ولكن وجدنا صعوبات عشان نقدر نوحد ما بين افكار فيزياء الكم وافكار الزمان والمكان. وهنقول ليه او ايه التداعيات على يعني ايه الطبيعة تبقى فاندامنتالي او اساسا بتخضع لفيزياء الكم. لما دخلنا فيزياء الكم على القوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية والكهرومغناطيسية، لقينا ان بيحصل توحيد ما بينهم، بنلاقي ان القوى ديت عند نقطة معينة بيتصرفوا كقوة واحدة، ما تعرفش تفرق ما بينهم، بس قوى الجاذبية براهم. فقال لك عشان تقدر توحد الجاذبية معاهم، ليه ما تفترضش ان الجاذبية دي موجودة في ابعاد اكبر من الاربع ابعاد اللي موجود فيها الثلاث قوى اللي قبلهم؟ يعني مثلا لو فرضنا ان الكهرومغناطيسية موجودين في اربع ابعاد اللي هم ايه؟ الطول والعرض والارتفاع وايه؟ والزمن. والنوايا الضعيفة في الطول والعرض والارتفاع والايه؟ والزمن. والنوايا القوية في الطول والعرض في الارتفاع في الزمن. انما الجاذبية نتيجة اني مش عارف اوحدها او اضعف منهم، ليه ما تكونش متوزعة في ابعاد اكتر؟ موجودة في طول وعرض وارتفاع وزمن وابعاد ازيد، وبالتالي كميتها اللي موجودة في ابعادنا ايه؟ قليلة بالنسبة للقوى الثلاثة الباقية. فده ادى ان احنا يبقى عندنا مفهوم لحاجة اسمها الابعاد الزايدة، اكتر من اربع ابعاد. يعني ايه ابعاد زايدة؟ يعني مثلا ممكن يكون الوجود بتاعنا ده عبارة عن شريحة في اسطوانة. الاسطوانة احنا عارفين انها ايه؟ بعدين وايه؟ وفي بعد ثالث. لو تخيلنا ان البعدين دول عبارة عن ثلاث ابعاد، يبقى البعد الزيادة بتاع الاسطوانة هيبقى بعد ايه؟ رابع. طب لو تخيلنا الاسطوانة عبارة عن اربع ابعاد، يبقى البعد الزياد ايه؟ بعد خامس. طب هل ده يمنع ان يبقى في بعد سادس؟ بعد سابع؟ ما يبقى فيش حاجة تمنع. طيب البعد السادس ده هل شرط ان يبقى فيه الاسطوانة الشريحة بتاعتنا هي الشريحة الوحيدة، ولا ممكن تكون في شرايح مختلفة على الاسطوانة؟ الشرايح المختلفة دي بتكون ايه؟ اكوان ها متوازية. الرابط الوحيد ما بينها هو الجاذبية، لانها هي الوحيدة اللي بتقدر ايه؟ تتواجد في اكتر من اربع ابعاد وبتقدر. طيب قال لك طب تختبرها ازاي؟ قال لك لازم تطلع لطاقات عاليه جدا او مسافات قليله جدا عشان تقدر تشوف الابعاد الزائده دي. طب انا مش شايفها ليه؟ فجاء قال لك لو انت مثلا عايز تشوف انبوبه من بعيد، الانبوبه من بعيد لما تيجي تشوفها هتشوفها كانبوبه، يعني هتشوف طولها والسيركل بتاعتها او الدوران بتاعها، ولا هتشوف بس الطول؟ الطول بس. طب لو في نمله عايشة على الأنبوبة هتشوف الطول والسيركل ولا هتشوف الطول بس؟ هتشوف هتكون شايفها كأنبوبة كاملة، هتشوف تكون شايفها الأبعاد الزائدة. طب كل ما تقرب يعني تقلل المسافة يعني تزود الطاقة هتشوف الأبعاد الزائدة ولا مش هتشوف البعد الزائد بتاع الأنبوبة ده؟ هتقدر تشوف. نفس القضية. فقال لك الأبعاد الزائدة دي ما تقدرش تشوفها على مستوى الطاقات القليلة اللي احنا عايشين فيها، بسبب ان الطاقة غير كافية انها تخلينا نقدر نشوف الأبعاد الزائدة دي. فده معناه ممكن يكون فيه أكوان متوازية، بما يتفق أجين أو تاني مع فكرة إن كنا مش وحيد مش مميز. وفي نفس الوقت
فكره ان الويف فانكشن كود كرييت ميني وورلد انتربريتيشنز. جت نظريه الاوتار وتقريبا مبنيه على هذا الامر. زي ما حضراتكم شايفينها في الصوره، الكون بتاعنا عباره عن سلايس، عباره عن شريحه، وقدامه اكوان موازيه ليه، والاكسنجنج او حلقه الوصل بينهم فقط هي الجاذبيه. وعشان كده كان العلماء سعداء جدا لما اكتشفوا حاجه اسمها الجرافيتيشنال ويفز، لانها هي الايه الحاجه الكونيه الوحيده اللي ممكن تتفاعل مع كل شيء في الوجود. وما دام بتتفاعل يبقى تقدر تجيب لنا معلومات ايه عن اللي تتفاعل معاه. تمام؟ ما انا ازاي انا بقيسك ازاي؟ مش لازم ضوء ينعكس عليك ويجي لي، يبقى في تفاعل. لو ما فيش ضوء انعكس عليك هعرف اقيسك؟ مش هعرف اقيسك. ده برضو ادى لافكار زي طلعها شتنهارد وتورك. تورك دوت اللي هو رئيس المركز بريمتر بكندا، وشتنهارد بروفيسور في جامعه برينستون في امريكا، تعتبر من اكبر جامعات العالم. طلعوا فكره مبنيه برضو على طب لو وحدنا مفهوم فيزياء الكم الغريب بتاع الويف فانكشن كولابس او الويف فانكشن دوت مع السبيس تايم، قال لك احتماليه ان الكون بتاعنا يكون اتولد من كون قبليه، والحلقه ديت حلقه لا نهائيه سموها سايكليك يونيفرسس، اكوان بتولد اكوان ازليه او ماده بشكل ازلي. ونفس الكلام او نفس صدى الفكره ديت لقى صدى في علم اسمه لو كوانتم جرافيتي، برضه محاوله لتوحيد الفيزياء الكم مع السبيس تايم. طبعا دوت كان موديل انا عملت انا وسوريا داس بنتكلم برضه فيه ان لو فيزياء الكم اتحدت مع السبيس تايم بتؤدي الى ان الماده تكون ازليه. بس خلي بالك هنا النقطه مهمه جدا، لو فيزياء الكم دخلت مع الجاذبية، احنا قلنا وفقا لمبدأ اينشتاين الجاذبية هي عبارة عن ايه؟ هي اللي بتشكل الزمان والايه؟ والمكان، صح؟ طب لو الجاذبية حصل لها كوانتايزيشن او بقت ديسكريت محددة، ده معناه ان الزمان والمكان بقى هو كمان ايه؟ محدد. وجود عدم وجود، وجود عدم وجود، وجود عدم وجود. هو احنا بنعمل الفيلم ازاي يا جماعة؟ لما تيجي تعمل فيلم كرتون حلو كده، عم والتزني عمل ايه؟ رسم رسومات كتير جدا، مشاهد مختلفة، وراح مشغل الكاميرا بسرعة عليها. لكن هل الرسومات دي متصلة ولا متقطعة؟ طب هل المشاهد وجدت قبل الإحساس بالاتصال ولا الاتصال هو الذي أوجد هذه المشاهد؟ هل الطبيعة مجرد مشاهد متقطعة تم إعدادها مسبقا؟ هل أنت عايش فيلم؟ او هل انت لست اكثر من شخصيه كرتونيه؟ في شخصيات كرتونيه كتير معانا. حرفيا الكوانتم جرافيتي بتقول لك ان الطبيعه على مستواها الاساسي مش موجوده بشكل متصل، انما متقطعه، مشاهد مقطعه. حواسك الخمسه مش مخليك حاسس بده، حاسس انه فيلم مستمر، انك دائم الوجود. وفقا لفيزياء الكم انت في لحظات موجود وفي لحظات غير موجود بالمره، مش موجود كماده، مفيش ماده. الماده بتاعتك موجوده في لحظات ومش موجوده في لحظات، بتظهر وتختفي كده. كرتون مره عامل كده ومره عامل كده ومره عامل كده ومره، وانت متهيألك انك بتعمل كده وايه والدنيا ايه والفيلم شغال، لكن هو في الواقع مشاهد زي ما حضركم شايفينها هنا في الفيديو كده او في الصورة دي، مشاهد مقطعة. لو الطبيعة discretized او مكممة
او تخضع الفيزياء الكم في مفهوم الزمان ومفهوم المكان. انت فاهم يعني ايه الزمان مقطع والمكان مقطع؟ بتحاول تستوعبها ولا مش قادر تفهمها؟ طب انت عبارة عن ايه؟ الافكار اللي بتكونك، رؤيتك للعالم في الاخر بتشوف العالم بالايه؟ بالنوافذ الكلاسيكية اللي هي الفيزياء الكلاسيكية، يعني العين والبصر والسمع والكلام والحاجات، وحتى الاحساس اللي هو اللمس وكده، ده كله ايه؟ كلاسيكي، بيهيالك ان الدنيا متصلة، لكن انت مش في الواقع مش كده خالص. ده افلاطون بقى ولا نفس الافكار الفلسفية؟ فالسؤال هنا يجي بقى بتوع النيورو ساينس يقول لك او يطرحوا سؤال، طب اذا كانت المادة مش موجودة بشكل مستمر مقطعة، هل الوعي هو كمان مقطع ولا دائم الوجود؟ ما نعرفش. لا ما فيش حاجه اسمها ما فيش اجابه. لا ممكن في ناس بتبحث. اتس اوكي. في ناس بتبحث. اوعى تحكم على، لانك انت الطبيعه، ما تحكمش على نفسك بانك مش عارف نفسك. انت الطبيعه، ما انت هي الطبيعه عباره عن ايه؟ مش اربع قوه طبيعيه وفيزياء كم وسبيس تايم؟ طب وانت ايه غير كده؟ دماغ دي ايه غير كده؟ فما تحكمش على نفسك بانك عمرك ما توصل لمعرفه نفسك. خلي عندك دايما امل. فالسؤال هنا، طب الكوانتم جرافيتي ادت لنا فكره بالشكل ده؟ ده مش كده وبس. لما جينا جبنا، ودي معروفه في الكوانتم جرافيتي بحاجه اسمها الويلرد ويت ايكويشن، معادله ويلرد ويت، دي زي معادله شوردنجر بس للكون ككل. لما جم استنتجوها لقوا حاجه بنت 60 في 70، ما تعرفش جت طلعت ازاي. احنا بيقول لك ان الزمن ايه؟ موجود نتيجه الحركه، صح؟ جم يجيبوا معادله الويف فانكشن بقى للكون ككل، لقوا الويف فانكشن بتاعه الكون ككل مش شايفه الزمن. الماضي والحاضر والمستقبل اوريدي موجودين، مفيش زمن في المعادله الموجيه للكون. فجم الفيزيائيين قال لك لا، ده دي اسمها التايم بروبلم يا جماعه، دي بقى مشكله الزمن. ازاي الزمن بنعرفه لوكالي وان اللوكال مش موجود؟ يعني بمعنى صح، لو انا قدر ليا ان انا بقى عندي وعي للكون كله، هشوف الماضي والحاضر والمستقبل حاصلين قدامي. في مشاهد ايه؟ معدة ايه؟ معدة مسبقا، مشاهد مقطعة. طيب الكلام اللي احنا بنقوله دوت، هل ينفع يتم اختباره اساسا؟ ده مش كده وبس، ده احنا سألنا اسئلة كانت في بعض الاحيان عممنا الفلاسفة كان يسموها الايه؟ الاسئلة الميتافيزيقية. يجي يقول لك مثلا بتاع الفلاسفة، هو ليه عم الكون دوت هوموجينيوس؟ يعني ليه شكل النجوم كده والدنيا اكنها متوزعه بشكل ايه؟ متجانس. ليه الكون ده ايزوتروبيك؟ ليه الكون شكله قاعد يتمدد كده او كبير؟ ليه الخطوط المتوازيه ما بتتقابلش؟ مش كان ارسطو سال السؤال ده؟ ليه الخطوط المتوازيه ما تتقابلش؟ احنا جاوبنا على السؤال ده فيزيائي، مع انه كان سؤال ميتافيزيقي. ليه الكون ده كبير مش صغير؟ مش على قدنا كده شقه وصاله وحاجه، يعني نعرف نفهمه حتى. هو ليه البهواءه دي كلها؟ ليه الهدر في المطر بالشكل ده؟ يعني عشان تطلع ارض لازم 13 مليار سنه؟ ما احنا قلنا بقى الزمن ده اساسا ايه؟ طلع ايه؟ طلع اليوجن او وهم، وهم الحد عايش جوه الكون، لكن هو واقعا مش موجود. ماشي. هو ايه الكون تنز سو ميني بارتكلز؟ ليه الكون ده محتوي على جالاكسيز كتير والدنيا مبهواه قوي كده؟ هدر في الطاقه وهدر في الماده حاجه صعبه قوي. حد يدفع من جيبه؟ هي ده السؤال، حد يدفع من جيبه؟ سنه 1980 طلعوا ثلاث علماء بنعتبرهم من السنجولار كوزمولوجيستس، يعني ناس علماء كونيات متفردين حرفيا، يعني العالم الكسيس تربينسكي،
تعالم روسي، وألان جاث تعالم أمريكي، وأندريا ليندي عالم روسي أمريكي، يعني هو عايش في أمريكا دلوقتي بقاله فترة كبيرة. يعني الثلاث علماء دول طلعوا نموذج اسمه نموذج التضخم لمحاولة فهم أصل الكون. وحرفيا يا جماعة استطاعوا ان هم يقدروا يفسروا ليه الكون ده بيتمدد نتيجة التضخم. مش عايزين نخش في الإطارات التكنيكال، بس بمعنى صح الناس دي كفيزيائيين الدونا موديل هو يعتبر أكبر موديل تم الاعتماد عليه فهم الكون. مش عايز أقول لحضراتكم أكتر من 40,000 بحث تم بناء على هذا الموديل في 30 سنة بس الفاتوا. 40,000 بحث بمفاهمنا حاجة سوبر. بمعنى صح الناس ديت لو الجرافيتيشنال ويفز جابت سيجنتشرز معينة الناس دي تاني يوم هياخدوا جايزة نوبل التلاتة دول. ففسروا لنا حاجات كويسة جدا بالإنفليشن، إن الكون ده كان في لحظة من اللحظات عبارة عن بابل، كوانتم بابل، فقاعة كمية، وحصل لها تضخم بشكل عنيف جدا في البداية، والإكسبانشن ده اللي بيحصل في الكون ده نتيجة الإنفليشن ده حصل في فترة من الفترات، فده من توابعه وهكذا وهكذا. بس عشان يقولوا ده قال لك يبقى لازم الفاكيوم أو الفراغ اللي طلع لك الكوانتم بابل ديت يكون الفراغ ده بيحصل له بابلينج او فلكتويشن بشكل مستمر عشان يطلع لك كوانتم بابل تقدر تخلق لك ايه الكون ده في البدايه. فمش هتخلق لك كوانتم بابل واحده بس، ممكن تخلق لك عدد ايه كبير جدا من الكوانتم بابلز. طب هل الكوانتم فلكتويشن دي تم قياسها؟ نعم. اسمها فين؟ في حاجه اسمها الكوزميك مايكرويف باك جراوند عن طريق ساتلايت متقدم جدا اسمه بلانك ساتلايت، وبدجري عالية جدا عبارة عن 5 مليون اوف دجري، يعني واصلة للصفر السادس بعد العلامة او الصفر الخامس بعد العلامة. فدي دي عبارة عن صورة للكوزميك مايكرويف باك جراوند اللي فيها كوانتم فلكتويشنز. ففعلا الفاكيوم بيحصل له فلكتويشن، والفلكتويشن دي كافي ان هو ممكن يحصل له انفليشن يعني يخلق لك، او ممكن يكون كافي ان هو يوجد لك هذا الكون بشكل فيزيائي طبعا. لكن السؤال هنا راحوا سألين نفسهم طب الكوانتم بابل دي حصل جواها ايه؟ قال لك دي البابل اللي تكون فيها الجين كود بتاع الكون. طب والجين كود بتاع الكون انت احنا اي بني ادم هنا مثلا مش ليه جين كود؟ الكون كمان هو ليه جين كود. الجين كود بتاع الكون ده متمثل في ثلاث ثوابت. ايه هما الثلاث ثوابت الاساسيه؟ حاجه اسمها الاتش بار بلانك كونستانت ثابت بلانك، والسي اللي هي سبيد اوف لايت سرعه الضوء، والجي اللي هي الجرافيتيشنال كونستانت. الثلاث ثوابت دول لهم ارقام محدده ماشي. الارقام المحدده دي بيتم تحديدها في بدايه تكون الكوانتم بابل. احنا في الكون بتاعنا بنشوف فيزياء كام على مستوى الايه الصغير، نتيجه ان اتش بار بتاعتنا بكام؟ بستة في عشرة أس ناقص 35، صغيرة جدا. لكن هل ده يمنع ان في كوانتم بابل تانية تكونت في البداية الاتش بار بتاعتها اكبر بكتير، وبالتالي فيزياء الكم بتكون عايشة على المستوى اللارج سكيل مش السمول سكيل؟ قال لك مفيش حاجة تمنع. فسألوا أندريه ليندي طب ده معناه تفسير لأصل القوانين؟ القوانين الفيزيائية هنا مش وحيدة، إنما احنا حالة ممكنة من حالات لا نهائية ممكنة. القوانين اللي احنا عايشين بيها اللي بنشوفها من خلال حواسنا الخمسة ومن خلال أجهزتنا المتقدمة هي حالة ممكنة من حالات لا نهائية ممكنة. بيتم تشكيلها فين؟ في تشكيل الكوانتم بابل في البداية خالص، بتشكيل الثلاث ثوابت دول اتش بار والجي والسي. وبالتالي كده حل مشكلة الايه بنسميها مشكلة الانضباط، ازاي الكون دوت انضبط في البداية، لانه هو حالة ممكنة من عدد ايه من عدد لا نهائي من الحالات الممكنة. فكده فسر اصل الكون. تيجي نظرية الاوتار تقول لك انا عندي حلول بتوصل ل 10 اس 500 يونيفرسس،
فاهم يعني 10 اس 500؟ 10 اس 500 من الاكوان الممكنه داخل نظريه الاوتار بس. فكنا مجرد احتمال. ممكن تلاقي في كون مفيش جاذبيه خالص، الجي مش موجوده بصفر. ممكن في كون تاني الجي بتكون كبيره جدا، الجاذبيه عاليه جدا. ممكن تلاقي كون تالت الاتش بار كبيره جدا. ممكن تلاقي في كون الاتش بار اولموست بصفر، مفيش اساسا فيزياء كم. كل شيء ممكن. ده شكل تصورنا للوجود او للطبيعه. الكون بتاعنا مجرد بالونه من البلالين دي. مجرد واحده ولا بالونه؟ احنا بالونه واحده. اختار بقى بالونه منها. الكون، الكون ماشي. هوريك دلوقتي فيديو هيوضح لك احنا فين بالظبط كماده. احنا فين ايه كماده؟ احنا وي ليف هير. انا شاورت لك اهو ماشي. البالونه اللي في النص دي ده شكله مش تصوري اصلا، مش تصوري يعني. احنا لو كوانتم بابلز ار ريلي سير، كل تصور يعني. طيب هل السؤال هنا الكوانتم بابل ديت هي اللي خلتنا ايه نقدر نفهم الانفليشن؟ بس عشان تحصل لازم يبقى فيه ايه، ما يبقاش فيرس واحد، بيبقى ايه مالتي فيرسز، عدد كده. المالتي فيرسز هنا نشأتها كلاسيكيه ولا كميه؟ كميه. احنا مجرد احتمال من عدد لا نهائي من الاحتمالات. احتمال هنا مش معداء يحصل او ما يحصلش، لا كله بيحصل. كله ايه بيحصل. طيب فيجي بقى اندريا ليندي والان جوث والكسيس تربنسكي، قالوا يا جماعه طب احنا كده خدنا 30 سنه عبال ما نقدر نصيغ الافكار ديت، هل نقدر نرجع عنها؟ قال لك لا، ده الانفليشن السيوري دي received a very strong observational support. فاسترط لنا الاكسلريشن بتاع اليونيفرس. يعني في ملاحظة عليها لا observational support يعني يعني الملاحظات اللي بنشوفها من الكون بتدعمها. يعني احنا بنلاحظ حاجات من الكون، اللي بنلاحظه بيؤكد صحة النظرية بتاعت الانفليشن كل يوم. وعشان كده اتعمل عليها 40,000 بحث، لانها لو كانت نظريه خاطئه كانت ماتت من زمان. فاهمني؟ يعني كل ما النظريه تبقى قويه كل ما العمل عليها ايه يزيد اكثر فاكثر. استطعت انها تفسر لنا تمدد الكون الاكسلريشن اوف ذا يونيفرس. استنتجناها داخل نظريه الاوتار، طلعت بشكل اوتوماتيك. طيب هنا بقى السؤال، ايه هو احنا، هل احنا مميزين؟ قال لك لا، احنا مجرد الكتكوت ده. طب هو مميز انا اللي ميزته، انا اللي لونته. احنا حته كتكوت. فتطلع هنا بقى مشكله اسمها الايه، البولتزمان برين بروبلم. قال لك طب احنا لو الكون من ماده ازليه بالشكل ده واحتمال من عدد لا نهائي من الاحتمالات الموجودة، الوعي طلع ازاي؟ قال لك احتمال ان الوعي يطلع في كون زي بتاعنا بيساوي اي اس ماينس 10 اس 50، احتمال تقريبا بيساوي صفر. بس مع وجود العدد النهائي من الاكوان دوت، مع الموبايلات يا جماعه اسمعوا، واخدين بالنا؟ مع وجود عدد لا نهائي من الاكوان ده فيظل هذا الايه الاحتمال قائم. فهنا يطرح سؤال، هل الوعي سبق عن الماده ولا الماده سبقت عن الوعي؟ الماده سبقت. ايه الماده سبقت وفقا للموديل ده، الماده سبقت. فهنا السؤال بقى دلوقتي، هل اللي احنا بنقول دوت ميتافيزيكس ولا فيزيكس؟ كانت بي اكسبيرمنتالي تيستد، هل ينفع نختبره تجريبيا؟ فهنيجي نقول لك نظريه الانفليشن اللي هي مبنيه او احد نواتجها المالتيفيرس ايديا استقبلت
أو فسرت لنا حاجات كتير جدا كنا بنعتبرها في لحظة من اللحظات أسئلة ميتافيزيقية. فسرت لنا ليه الكون هوموجينيوس up to يعني 1 part in 10,000. ليه الكون ايزوتروبيك in all direction؟ ليه الكون بيتمدد؟ ليه الكون فلات وبالتالي الخطوط المستقيمة ما بتتقطعش؟ استنتجنا دوت داخل الايه الانفليشن موديل. ليه الكون كبير جدا؟ ليه بيحتوي على جالاكسيز بشكل كبير او ماده بشكل كبير ودارك ماتر ودارك انرجي؟ طيب الاسئله الجديده اللي احنا بنصغها بقى على طبيعه الوجود ده. احنا دلوقتي بنتكلم عن الانفينيتس عدد النهائي، بس بقول لك ما تقلقش قوي من الانفينيتس. ليه؟ هو الوجود اللي انت بتحاول تعمل منه معنى انك تو ميك سنس اوف ات، هل هو نهائي ولا لا نهائي؟ هل الاعداد زي 0 و1 و2 و3 و4 و5 موجوده في شكل مطلق، ولا احنا اللي اوجدناها بحواسنا الخمسه عشان نعمل معنى للوجود؟ ناخد مثال مثلا لللمبه اللي انت شايفها دي. انت لما تيجي تقول لي ادي لمبه وادي لمبه ثانيه وادي لمبه ثالثه، انا اقول لك لا، انا رخم شويه. اللمبه اللي انت شايفها دي انا مش هشوفها كوحده واحده، انا هشوفها كعدد لا نهائي من الذرات. واللمبه اللي هناك دي هشوفها كعدد لا نهائي من الذرات. اجمع بقى يا حبيبي، هتجمع لا نهائي على ايه؟ لا نهائي. اللا نهائي زائد لا نهائي بتساوي كام؟ لا نهائي. ايه معناها؟ انت شفت لا نهائي قلت لا، اللا نهائي دي هسميها واحد، ولو شفت لا نهائي شبهها هسميهم اتنين، مع ان اللا نهائي زائد اللا نهائي بكام؟ بلا نهائي. نيجي بقى لحضرتك كاستاذ اللي انت بتلاحظ، انت نفسك لا نهائي. يا عم انا ليا كينونه كامله اهو، ده انا اهو اه، بس انت لو انا مش عايز اشوفك ككينونه، انا عايز اشوفك بكل مكوناتك. انت بتقيس ازاي؟ هل بتقيس بكينونتك ولا بتقيس بكل مكوناتك؟ بتقيس بكل مكوناتك. انت بتتفاعل حرفيا مع الكلام ده بكل مكوناتك. طب تعالى بقى، انت مكون من ايه؟ من لا نهايه. فهي لا نهايه تقيس لا نهايه. فلما تيجي تشوف الطبيعه على مستواها المجرد، يا وجود يا لا وجود. الوجود عشان تعمل منه معنى فقلت وجود واحد، لو شفت وجود شبهه يبقى اثنين، لو شفت وجود شبهه يبقى ثلاث وجودات. بس هو في الواقع انت بتوصف شيء مطلق بليه وبتحاول تخليه نسبي عشان تعمل منه معنى. فاهمين النقطه دي ولا؟ ففي الواقع الطبيعة على المستوى الأساسي محصورة ما بين حاجتين، زيرو واحد، وجود وعدم وجود. بس بقية الأشياء هي من اصطناعنا عشان نعمل معنى فقط لهذا الوجود، لكنها أشياء اصطناعية. فبالتالي حتى لو عندك عدد لا نهائي من الأكوان، ده ما يشكلش مشكلة بالنسبة لك إذا كانت نفسك لا نهائي. فده معناه تبتدي تسأل بقى سؤال وجودي، هل ده معناه ان في احتمال ان في كون في كوبي مني؟ اه طبعا، ما استبعدش. مش كوبي واحده، ممكن يكون لك عدد كبير من الكوبيس، ولا مش مشكله خالص. السؤال الثاني، احنا الوعي بتاعنا اللي نشأ في الكون ده وعي الى حد ما لمعظم البشر قاصر. لمعظم البشر هو وعي قاصر حبيس الايه؟ الحواس الخمسه. هل ده معناه ان في ان ممكن يكون اكوان تانية فيها وعي مطلق؟ ما عندناش فكرة، لكن احتمالية قائمة. طب هل انت تقدر توصل للوعي المطلق؟ احتمالية قائمة برضو، لانك كونكتد. احنا اتفقنا ان الوجود ايه؟ كله كونكتد مع بعضه، وكونكتد ريجاردلس التايم، مفيش زمن. الزمن ده مجرد ايه؟ وهم احنا خلقناه برضو to make sense of the world عشان نعمل معنى. هل الفيزياء تقدر توصف كل شيء، ولا الفيزياء لازم او محتاجة انها تتمد؟ برضو ده سؤال مفتوح ما عندهاش اجابة عليه.
في كلمة شهيرة جدا لشارلوك هولمز بيقول لك ايه؟ لما تحذف المستحيل اي حاجة بعد كده ممكنة. فلما تيجي الفيزياء كانت بتقول لك مفيش مستحيل، واللي انت بتظنه بحواسك الخمسه مستحيل ممكن، فيزياء كم، يبقى ان برينسيبل في الطبيعه كل شيء ايه؟ ممكن. وعشان كده ما بحبش اللي يجي يقول لي ايه لا هي كده، هي كده ومش غير كده، لا يمكن تبقى كده وكده وكده، كل حاجه ممكن، كل شيء ممكن. طيب يجي بقى يقول لك طب كان وي فورجيت اباوت مالتيفيرس، هل ممكن ننسى بقى عن موضوع ونرجع تاني لليونيفيرس، لكلمه انه كنت في كون وحيد وكذا؟ قال لك لا مش هينفع. اخر 30 سنه الفيزيائيين فعلا قال لك انسى انسى ان في كون وحيد. ليه؟ لانك ما عندكش نظريه ناجحه زي نظريه الانفليشن اللي تقدر تشرح لك حاجات كتير جدا في الكون ما كناش قادرين نفهمها إلا لما افترضنا وجود عدد لا نهائي من الأكوان، إلا إذا بقى أنت كنت بقى يعني كويس وعرفت تلاقي لنا بديل لده، لده كله لعمل استمر تقريبا أكتر من 30 سنة في الفيزياء الكونية أو فيزياء الكونيات، وتقدر تحل لنا كل المشاكل اللي بتحلها نظرية الانفليشن زي بقول لك إيه، بيضرب كذا عصفور بإيه؟ بحجر واحد. الانفليشن عملت كده، ضربت كذا عصفور او كذا سؤال اساسي في الطبيعه ضربتهم كلهم بحجر واحد. لو تقدر تعمل كده اهلا وسهلا، ما تقدرش يبقى على راي فيتجنشتاين يو ماست شات اب، يعني لازم تخرس. يعلق ولا ايه؟ بس كده الكونكلوجن بتاعتنا النهارده. الفيزياء الكلاسيكيه غير كافيه ان احنا نقدر نفهم بيها الطبيعه او الحواس بتاعتنا، هي عبارة عن ثقب صغير جدا انت بتشوف من خلال الوجود لكن ليس هو الوجود. الحل لازم تدخل فيزياء كم. فيزياء كم اي شيء تتخيله فهي غيره حرفيا. في عدة نظريات صاغت فيزياء الكم او ان احنا نقدر نوحد الجاذبية مع فيزياء كم، زي نظرية الاوتار الكوانتم جرافيتي وميني اذر ابروشز. اللي لقيناه ان الطبيعة على مستوى الاساسي عبارة عن ديسكريتايزد او مقطعة ليست متصلة. الزمن مجرد وهم ليه معنى بشكل لوكال انها ملوش معنى بشكل لوكال. في اسئلة كتير جدا عايزين نقدر نجاوب عليها بخصوص ان احنا نقدر نفهم الوعي اللي موجود في الكون، الاكوان المتعددة. واخر سؤال، احنا مين بالظبط؟ شكرا لحضراتكم. طيب قبل ما نفتح الباب للأسئلة هسألك شوية أسئلة. حلو الكلام. فقبل ما نفتح الباب للأسئلة، يعني هو أول حاجة ممكن أقولها لك يعني كلام ستيفن هوكينج في كتاب تاريخ موجز الزمن وكتابه الكون في جوزة مش عارف إيه في قشرة جوز يعني عين جمل بالمصري. الراجل ده هوت بيقول ان ما قبل البيج بانج، تعرف الكلمه الشهيره بتاعته. انا هوريهم بس قبل ما تبتدي فيديو صغير. ورينا فيديو على ايه معنى ال الفيديو. ايه موقعنا في ال... استنى كده فين الصوت؟ فين الصوت؟ انا هعلي الصوت من هنا ولا ايه؟ السماعة ازاي؟ كده هنا؟ السماعة والله ما يعرف. اهلا وسهلا بحضراتكم في صالوننا الثقافي المستمر وموضوعات متجددة. نحن نتكلم يعني في اشياء شتى، في التاريخ، في السياسة، في الفلسفة، السياسة الفكر السياسي يعني اؤكد على ذلك، و العلوم الطبيعية كلها. ويعني إذا كان علم الاجتماع هو أبو العلوم الاجتماعية، فأم العلوم الاجتماعية هي الفيزياء وأبوها الرياضيات، كما أن الفلسفة أم العلوم جميعا، طبيعية واجتماعية وإنسانية وكل شيء.
والموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة مع صديقي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد فرج علي الغني عن التعريف لأعضاء الصالون ولعله أيضا لمشاهدينا في اليوتيوب. والدكتور هو أستاذ فيزياء في جامعة بنها وله بحوث كثيرة. أنا أول ما عرفته كان ببحثه المثير للجدل اللي هو بتاع الكون وهل له بداية ولا ملوش بداية، وكان حتى عمل أصداء يعني هذا الموضوع بداية الكون وعدم بدايته ومش عارف ايه وكلام زي كده. ممكن هو يتطرق لهذا اذا شاء يعني في حاجات قليلة. وبعد كده تقابلنا اول مرة كان في تيدكس في دمنهور انا وهو وصديقنا الثالث يعني الشادي عبد الحافظ من المنصورة، وكانت صداقة دائمة يعني منذ ذلك اليوم. ونحن يعني هو اكثر من اخ ليا، قابلته في امستردام وفي القاهرة في اسبوع العلوم المصري في الجامعة الامريكية وانشطة كثيرة، يعني رغم انه من مشتغلين بالعلم الطبيعي او تحديدا بالفيزياء الا انه هو في ذات الوقت يحاول ان ينشر الثقافة العلمية، فيعني يعمل ايه دورين، دور الباحث الاكاديمي التقليدي ودور او غير تقليدي احيانا برضو بالبحوث الجديدة اللي قد تكون مثيرة للجدل للشخص قليل البضاعة. خلاص استنى بس في المكان. طيب قريبا ان شاء الله. المهم دلوقتي احنا عايزين نقول ايه؟ معايا ولا ايه؟ يعني باختصار شديد يعني عشان بس الوقت لا يداهمنا. فالكون بيقولوا يعني قبل الانفجار العظيم ما فيش حد يعرف يتكلم بشكل علمي. لا ماشي اوكي الا يعني فيزيائي او رجل دين يزعم اتصال بشيء خارج هذا الوجود. تفضل بقى انت قول رايك في كلام ستيفن هوكينج مش كلامي. لا قبل البيج بانج انا عارف البحث بتاعك في البيج بانج عشان كده بديك بوظي لك. قبل في عدد كتير جدا من النظريات بتحاول تفسر البيج بانج وما قبل البيج بانج. ومنها النظريه اللي طرحها اندريا ليندي والان جوز وستار بينسكي اللي هي المالتيفيرس ايديا. السترينج ثيوري كلها اساسا بلا استثناء مبنيه على ان البيج بانج از نوت ذا ابسولوت بيجيننج، ده مجرد فيز من تطورات الماده، يعني ان الكون بتاعنا جه فقط من كوليجنز او تصادمات لحاجه اسمها برينز. البرينز دي اللي احنا كنا بنسميها السلايس الموجوده في اسطوانه، السلايس دي كانها بتتصادم مع بعضها فممكن تطلع لك الكون بتاعنا بالقوانين بتاعته اللي انت عارفها دي. ففي هناك عدد، انا هتكلم طبعا في اطار العلمي مع ففي الاطار العلمي هناك عدد كبير جدا من النظريات اللي بتحاول تبحث عن البيج بانج والبري بيج بانج. نظريه اللوب كوانتم جرافيتي ده بتقول لك ان الكون ده جاي من حاجه اسمها بيج باونس. يعني بيج باونس يعني جايه من كون قبليه وكون اللي قبليه مات من كون قبليه وهكذا، هي حاله لا نهائيه. يعني ذات زايد يعني في اختبار كتير على هذا الامر، او معنى صح في نظريات كتير على هذا الامر. حتى دينيا في بعض الرؤى الدينيه يا جماعه في نظريات دينيه قائمه على ان الوجود خالد، ان الوجود نفسه حتى الهيولا عند الفلاسفه التاريخ. لا لا مش الفلسفه بس، انا اعتقد ابن رشد احد الناس اللي قالوا بازليه الماده. وده فيلسوف اسلامي كبير جدا في تاريخنا يعني ونفتخر به كلنا. يعني هناك عدد كبير جدا من الابروشز في الفلسفه قبل ما الفيزيائيين يقولوا الكلام دوت كانوا بيتكلموا على ان الماده ممكن تكون ازليه يعني ذاتس اوكي. لا وحتى في بعض الاساطير المصريه القديمه واساطير الفار ايست في حكايه ان ايه ان في زي اسانس او في شيء الهيولا شيء يعني ايه ماده الماده زي من انجاز التعبير. ماده الماده هي اللي اتخلق منها حتى الالهه وحتى الوجود كله اتخلق من هذه الماده او وجد من هذه الماده، بلاش كلمه اتخلق كلمه وجد من هذا. وفكره ان يعني الالهه في الاغريق عندهم ما عندهمش مشكله مع اللي هي الاستمرار وكذا. طب في حاجه ثانيه عايز اقول لك عليها بقى وهي فكرة التوظيف الخرافي للعلم. يعني لسه في بعض
ناس الدراويش بدون ذكر أسماء يعني كتبوا حاجات بيحاول يستخدم. إذا كان كل شيء ممكن فليه القصة الخرافية بتاعتي مش ممكنة؟ القصة الخرافية بتاعتي لو أنا هندوسي مثلا وكريشنا والحاجات دي، فأنت أيها مثلا المتزعم التفكير العلمي قاعد تقول كذا، ما هو من ملعبكم أهو يا أولاد، هجيبكم من ملعبكم، وفي ملعبكم في بعض الأفكار التي تبدو خرافية، كيف ترد؟ اتفضل. بص أقول لك على حاجة، إحنا هنا لما كنت اتكلمت على الانفليشن ثيوري، إحنا ما بنتكلمش على النظرية عبارة عن ستوري أو قصة، إحنا مش بنحكي قصة. العلم مش كده. العلم لما أندريا ليندي وأليكسيس تربينسكي وعلى البث عمل النظرية دي، عملوها بالمعادلات وعملوها ببعض التنبؤات اللي يمكن قياسها بالمراصد الفلكية. لما تم صياغة نظرية الانفليشن، وأي نظرية في الفيزياء لما بنيجي نقدمها بنقول يا جماعة النظرية ديت هي قام بيتم اختبارها بالشكل الفلاني، لو انت جبت لي نظريه لا يمكن اختبارها هي ليست نظريه فيزيائيه. فادعي ممكن تدعي اي شيء انت عايز تدعيه، ولكن الادعاء بتاعك ده هل هو قابل للاختبار المادي العلمي وفقا للمنهج العلمي ولا لا؟ لو غير قابل للاختبار العلمي فهو امر خارج اطار العلم، فتتكلم فيه زي ما انت عايز، بس في نفس الوقت ما ينفعش تقول ان هو بيخضع للمنهج العلمي. المنهج العلمي معروف خطواته، معروف الاسلوب اللي احنا بنسلكه فيه. عايز تدعي اي شيء هات لي معادله متناسقه، هات لي وتنبؤات محدده، والرياضه بتاعتك تكون متوافقه. عملت لي ده على راسي من فوق، ده اللي عمله أينشتاين وعمله هايزنبرغ، عمله شرودنجر. شرودنجر بإيكويشن اسمها الويف اللي هي الويف إيكويشن، الويف فانكشن إيكويشن أو اللي هي شرودنجر إيكويشن، معادلة واحدة بنقدر نشرح بيها الفيزياء النووية، الفيزياء الجزيئية والفيزياء الذرية، علوم كاملة بتتشرح بمعادلة واحدة، بمعادلة رياضة. هل أنت عندك القدرة إنك تلاقي لي معادلة رياضية لإدعائك هذا؟ فانت بتتكلم في اطار، ما عندكش القدره انك تلاقي اطار مجرد. احنا ما نعرفش حاجه مجرده اكتر من ايه؟ من الرياضه والمنطق، المنطق الرياضي. هل في حاجه مجرده عنهم؟ ما نعرفش. واحنا اتكلمنا في البدايه ان اي كلام ليك في توصيف انت، احنا كلنا بنسنا متفقين ان احنا فيزيائيين بس بدرجات متفاوته. في واحد بيلاحظ الكون من خلال ايه؟ انحيازاته المسبقه، فبالتالي رؤيته دايما هتبقى مشوشه. وفي واحد بيلاحظ الكون زي عم نيوتن من غير ايه؟ انحيازات مسبقه، بيلاحظها بشكل مجرد تماما، بيفصل نفسه بالكامل عن اي انحيازات مسبقه، فبالتالي كل فبيلاحظها بشكل مجرد. فلما تلاحظها بشكل مجرد تقدر تطلع لي بقانون كوني بيقدر يفسر التفاحه مع علاقه التفاحه بالارض وعلاقه الارض بالشمس في نفس المعادله. كل ما تبقى مجرد تقدر تشرح الحاجة، لكن لو انت مش هتبقى مجرد وهتستند لأي حاجة وفقا لانحيازاتك، الحق اللي هتقوله مش هيبقى خاضع بيسموه ايه؟ الضحض العلمي، او معنى صح البحث العلمي، هو امر اخر. كلام كارل بوبر في اللي هو العلم والقابل للنفي والضحض. وده برضو يربطنا بحاجة، ان فكرة يعني ان فيزياء الكم نفسها ومستقبلها زي ما كان في فيزياء كلاسيكية الناس تظن انها المنتهى، ممكن يكون في شيء بعد فيزياء الكم. احنا لان مثلا حتى قصة فيزياء الكم كلها يعني اقل من 100 سنة بالظبط. فممكن العلم يكون مستقبل. مش معنى فيزياء الكم ما تكونش اوت اوف سوليوشن، وفي ناس كتير بتقول يعني فيزياء الكم جزء من اكبر من حاجة اكبر. ماشي. ده ممكن جدا، ما عنديش مانع، بس تقدم لي النسق المتوافق الرياضي زي ما فيزياء الكم لها النسق المتوافق الرياضي اللي بيتفق مع التجربة. يعني احنا من هذا الكلام طلعنا لك السبيكترم بتاع الهيدروجين اتوم انت ما بتشوفهاش اساسا بعينيك. بالنسق الرياضي قدرت تقيس حاجات على مستوى مش النانو، على مستوى الفيمتو وما اقل من ذلك، وتلاقيها متفق مع التجربة زي البرفكت. فايمان خد جائزة نوبل في حسبة بفيزياء الكم بتتفق مع التجربة لحد العلامة الصفر الـ 12 بعد العلامة.
متخيل مدى الانتفاخ؟ 0.12 في الكسر يعني 1.5642 رقم. القيمة التجريبية اللي اتقاست 1.5642 رقم زي أرز سيم زي بعض. هات لي حاجه زي كده انا يعني ايوه وانا ما مش انا مش هجيب لك حاجه بس بس هو في فكره ان يعني يعني مثلا كان زويل مره شفت له حديث وكنت مره التقيته في يعني في احد الاماكن مع كان المتحدث بتاعه المسلماني فكان بيتكلم في فكره ان ممكن يعني الغاز فيزياء الكم او مثلا فرضيات الكتير في حكاية اللي هي تجميع القوى الأربعة وكلام زي كده ممكن مستقبلا يعني بس طبعا الكلام ده كله التنبؤ يعني مستقبلا ممكن يحل بأجهزة أحدث بكذا خصوصا ان العلم الحديث دلوقتي العلم الحديث اللي احنا عايشين فيه كله دهوت لو قسنا عمر الكون بال 17 مليار سنة ب 17 أو شوية مليار سنة بسنة فاحنا في اخر 6 ثواني عايشين بنتكلم في في يعني اخر 6 ثواني في اليوم الاخير في السنه المزعومه دهيت ف انا بس اكتر شيء يؤرقني فعلا هو فكره ايه التوظيف السيء للعلم واستخدامه حتى احيانا مش بالضروره من قبل رجال الدين لكن احيانا بيكون كمان من قبل بعض الناس اللي هي بتوع علوم الطاقه والعلوم السودو ساينس اللي هي بقى سايكولوجي وهذه الاشياء التي ايضا لم تثبت وفيها افتراضيات كثيره فبرضو يعني رايك ايه في الموضوع ده؟ ابص اقول لك على حاجه ان عمليه توظيف العلم لخدمه انحيازاتك هو اساسا ضد المنهج العلمي لان احنا زي ما اتفقنا ان منهج العلم كله بلا استثناء مبني على انك انت تشك دائما النظريه دائما خاضعه للنقد خاضعه للتحقيق. طيب انت حضرتك دلوقتي عندك مسلمات او انحيازات اعلم جيدا ان اي انحيازات تنطلق منها عشان تحاول تثبتها بالعلم دايما هتحيد عن بيك عن هدف العلم الاسمى وهو المعرفه لاجل المعرفه بدون بشكل مجرد اي شيء تحطه ما بينك وما بين هذا او في طريقك اي فكره مسبقه او اي انحياز الانحياز ده دايما هيحيد بيك عن انك تعرف الحقيقه بتاعت الطبيعه لو انت فعلا صادق في ده الا اذا كنت انت بتستخدم الكلام ده بقى للتجاره على الناس دي قضيه تانية عايز تعمل قرشين او عايز تعمل سبوبه دي قضيه تانية معالج روحاني مثلا بتاع يعني صدق واحد صدق النوايا فعلا عايز يوصل للحقيقه المطلقه او حقيقه معينه بالطبيعه المفروض ما يحطش ما بينه وبين الطبيعه اي فكره معينه يبقى الانسان يتجرد على قد ما يقدر. طيب احنا نفتح الباب للاسئله نشوف كم واحد الاول عايز يسال. 1 2 3 4 5 6 7 انت عشان بعت الوقت تقراها. ايه تاني؟ في حد تاني؟ 8 يبقى كل واحد دقيقة ماشي. واول شخص هيجي يتكلم مين؟ حافظ عايز تيجي اول واحد؟ تعالى هات كوكسي معاك بس ان شاء الله. انا مش هتكلم وانا واقف وانت واقف عشان تطلع في الكاميرا بس هات كوكسي اسمع الكلام ده انت شخص طب ما فيش داعي تطلع في الكاميرا اتكلم في الميكروفون وخلاص. باختصار يا دكتور حضرتك اتكلمت على الاكوان متعدده مع انك بتكرر كلمه متوازيه دايما لو تسجل احسن ثواني يا دكتور ثواني فهي هي هل هي متوازيه ولا ممكن تكون متداخله حد يجيبها اولا ولو هي ممكن تكون متداخله طب نتكلم ان نستبدل متوازيه بمتعدده علشان ما نقفلش الحاجه الثانيه طالما الكون بيثبت ان هو ازلي طب هل ممكن ماشي كمل يا استاذ حافظ هل الكون طالما في ما يثبت ان هو ازلي طب ممكن تكون هذه الازليه نوع من الخداع زي ما بيخدعنا في كل حته ايه ممكن تكون ازليه الكون الظاهره ممكن تكون صوره مخادعه زي صور كتير مخادعه ماشي. هل هذه تكون هل هي مخادعه زي غيرها من الافكار المخادعه؟ شكرا. يلا اوكي مين اللي بعده يجي؟ طيب احمد قول السؤال من عندك بدل ما تقوم. هو ازاي الدول ازاي الدول ازاي هل يكون ازلي؟ هل يكون ازلي ماشي. طيب مين بعديه عايز يتكلم؟ حمزه وهات كوكسي معاك بقى ماشي.
قول بس اقرب اقرب عشان تطلع في الميكروفون لازم تقرب ما تطلعش في الكاميرا لازم تعالى بس ازاي يكون ازلي ده سؤالك مش كده هو يسأل طيب بسرعة سؤال في جملة تعريف الوعي الفيزيائي قررت كتير وانا مش فاهم يعني تعريف الوعي في الفيزياء ايه هو ماشي وفكرة الحياة برضو في الفيزياء نضيف عليك حتة ماشي إيه في حد تاني عايز يسأل اللي يجيب كرسي ويجي بقى اللي جاي تعال ماشي من مكانك زي بعضه خلاص عشان الوقت ماشي اوكي قول يا محمد انت الاول لا خليك قول وانا هكرر السؤال مين يكمل مين الدين ولا الفيزياء وهل يمكن ان يحل الدين مكان الفيزياء او الفيزياء مكان الدين ماشي الاستاذ وعرف نفسك عبد الله قسم فيزياء قول قلت ان الطبيعه كونكتد وفي نفس الوقت كده سيل ان هي عباره عن ديسكريت ايمج يعني الطبيعه لا ماشي هل الطبيعه متصله ام في انقطاعات فيها السؤال تاني اللي هو جاب كازن بلاي دايس سيمن ممكن ارد عليه بالنفي مقولة أينشتاين الشهيرة أن الله يلعب النرد اللي هو كان بيود بيها على هايزنبرج وجماعة كوبنهاجن لكن في النهاية يعني أينشتاين نفسه يعني اقتنع بفيزياء الكوانتم يعني في فيزياء الكم في النهاية أينشتاين كانت كده طيب هنرجع لك تاني الأستاذ عرف نفسك قس جيولوجيا بترول ماشي قلت ان الطبيعه ديسكريتايز موطعه ازاي احنا استنتجنا ان هي ديسكريتايز الحاجه الثانيه ان التايم احنا عارفين من السبيشال ريلاتيفيتي ان هي تايم از ريلاتيف جوه النظام وعارفين وحضرتك قلت دلوقتي ان هو ان التايم از الوجي بس لما جينا نحسب الويف فانكشن مع الكوزموس كله مع اليونيفرس كله من بره ما لقيناش ان في تايم اصلا ازاي في تايم جوه هو الوجه وازاي شكرا يا سيدي ياسر ايه النتائج المتوقعه من تجربه اللارج هادرون كولايدر ولسه ما اتحققتش النتائج المتوقعة من اللي هو بتاع العميود في سويسرا بين على حدود سويسرا وفرنسا اللي اسمه ايه كولايدر اهلا وسهلا خليك شوية سميح قول يعني انا اسألك في مكان بعيد شوية حضرتك اتكلمت عن الوعي فتسألك على الذكاء الصناعي والاي اي وهل فعلا ده هيبقى حاجة بتحذف الانسان او بتاخد مكانه ولا ده جزء كبير من دعاية بتتعمل لمجرد الدعاية او لاسباب اقتصادية او ايا كان يعني والسؤال الثاني هيبقى في كوانتم كمبيوتر بشكل حقيقي وهنقدر نستخدمه ولا لا ده في كمان شايف انا قريت حاجات عن الكمبيوتر هيكون كمان في خلايا وقصه كده يعني يستخدموا الكوانتم بيولوجي بايو كمبيوتر ماشي اتفضل اسمك انت لسه سائل انت ايوه انت هي مره واحده بس زي بعضه الوعي مصفوره رياضيه ان هو اي اس 10 اس 50 تقريبا ده مش الوعي مش الوعي احتمال وجود الوعي في كون احتمال وجوده بالنسبه احنا كبشر بالنسبه للماده بالنسبه ان يبقى للماده قدره على انها تتكاثر ذاتيا يبقى في وعي ولو نسبي ماشي الاستاذ احنا طلبنا افتراض جسمنا متكون من عدد لا نهائي علي حسك شويه بس احنا فرضنا افتراض ان جسمنا متكون من عدد لا نهائي من الجسيمات ويعني واظن الافتراض يعني في عدد العدد ممكن يتعدى ممكن يتحسب هل يعني مثلا مثال اللمبه اللي انت ذكرته خطر في بالي برضه هو وانت بتتكلم مثال اللمبه ومثال الجسم البني ادم هل ممكن يكون هو مش لا نهائي يعني احنا جسمي ممكن يحصر بعدد خلايا معين حتى لو كانت تريليونات بس يعني فجاوب بعدين يعني في الاخر الصديقه العزيزه اسماء الغائبه العائده تفضلي قولي يا اسماء علي حسك شويه بس اسماء في يوم جميله طبعا. انا حاسه ان الموضوع بقى اقرب للميثولوجيا شويه منه للعلم مش عارفه وفي حاجه كمان يعني احنا بنقول النظريه كذا بتقول كذا والنظريه كذا بتقول كذا مش المفروض نستخدم كلمه فرضيات لان واضح ان احنا بنتكلم عن نظريات مختلفه فممكن نستخدم كلمه فرضيات على الاقل استخدمنا لو ويمكن واحتمال كتير قوي احنا بنكتب بحث علمي ممنوع علينا احنا بنكتب بحوث علميه كيمياء مثلا واحنا بنستخدم كذا
فممنوع علينا ان احنا نستخدم كلمه يمكن غير في الفرضيه، في الفرضيه بتاعه البحث اسئله البحث. ارد على داخل النظري ممنوع ان احنا نستخدم. مش معنى ما تخليها في الاخر ولا لا؟ هي دي بالذات انت بتكتبي بحث علمي بتقولي this explains that، واحنا بنكتب بحث علمي بنتكلم في الفرضيه في الجزء بتاع الفرضيه. بحث علمي ده بتنشره فين؟ لا واحنا وانا بكتب ماجستير مثلا نشرت البحث ده فين؟ ما نشرتش لسه. ما اولا هتنشريه ليه؟ ده في اسمها جراءه. بص اقول لك على حاجه، انا اخر حاجه اذكرها اللي هو حد نشر كذا ولا كذا، انا نشرت في حياتي اكتر من حوالي 55 بحث علمي الحمد لله منشورين في افضل مجلات في العالم في الفيزياء، منهم بحث كنت عامله في اخر سنه في الدكتوراه بعته لمجله اسمها كلاسيكال اند كوانتم جرافيتي. دي المجله دي بتصدر عن الاي او بي انستيتوت اوف فيزكس ان لندن، هي تعتبر ارقى مجله في علم الفيزياء في تخصص الكلاسيكال كوانتم جرافيتي. وقلت في الكونكلوجن ذس اكسبلينز ذات، والله اللي الليتر اللي جالي من الريفري تقريبا بيشتمني. بص هقول لك على حاجه، الهيجز لحد ما قبل ما اكتشف بيوم واحد كنا بنقول في البحوث زيس ميكس بلينت. ايوه في الفرضيه مش وحتى دلوقتي في ناس بتطعن ان الهيجز ممكن ما يكونش ممكن يكون ليه كومبوزيشن. بمعنى اصح عايز اقول ايه، اي نظريه مفيش حاجه النظريه في العلم هي الشيء الدائما الخاضع للضحك، يعني دائما هناك مجال للشك فيها. قانون نيوتن، قانون نيوتن بتسميه قانون ولا نظريه؟ قانون، بس هو قانون غير صحيح. ايوه ماشي انا معاك تم التعديل عليه. ايوه بنسميها قانون ليه؟ بنسميها قانون بس تم التعديل عليه معروف. بنسميها بقى قانون ليه؟ لا مش كده وبس، قانون نيوتن مبني على فكرة خاطئة أساسا إن الجاذبية بتتحرك بسرعة لا نهائية. هل ده صحيح؟ أنا بتكلم دلوقتي، إحنا اتكلمنا في كذا اسم النظريات، ليه قلنا نظريات؟ ليه استخدمنا كلمة؟ ما عشان قلنا عليها نظريات لأن الناس اللي حطوها حطوا قالوا يا جماعة أنا بحط إطار لتفسير هذه الظاهرة وأساليب إنك تطعن في نظريتي 1 2 3 4. يس الانفليشن تم اختبارها. ايه لا لا الانفليشن تم اختبارها يعني خضعت الانفليشن خضعت في اكثر من مره لاختبارات تجريبيه واثبتت نجاحها في عده مراحل، وهناك مرحله اخيره اذا تم انجازها سيحصل الناس اللي عملوا النظريه دي على جائزه نوبل في نفس ذات العام ان شاء الله. مفيش تعارض بين النظريات؟ لا في تعارض طبعا، في تعارض ما بين النظريات، ولكن كل نظريه بتحط اساليب اختبارها، في نظريه بتحط بتجتاز عدد من الاختبارات، في نظريه بتجتاز اختبارين وتفشل في الثالث، في نظريه بتجتاز 3 اختبارات وتفشل في الرابع. احنا بنقول ان في اجزاء في النظريات غلط طبعا، حتى قوانين نيوتن، حتى قوانين اينشتاين، حتى اينشتاين نفسه اللي عملها النسبيه الخاصه والعامه نظريته نفسها لها اطار للتطبيق، تخرج بره التطبيق نظريه فاشله. امال احنا بنتكلم في الكوانتم جرافيتي ليه؟ لان النظريه النسبيه اللي عملها يمكن اعظم فيزيائي فكر وراجل فيزيائي او عالم في بمقاييس التاريخ البشري، مش بمقاييس حتى القرن العشرين، مقاييس التاريخ البشري، النظريه بتاعته جت عند اطار وفشلت. ماشي. وخلي بالك اياك البحث تقول يا جماعه ذيس اكسبلين ذات او انا اكتشفت ده وهو ده اللي بيشرح ده، لو بعتها والله الانترناشونال جورنال الرد مش هيبقى كويس. اختبارها لحد مدى؟ لاي مدى؟ ماشي وانا ما حضرتش. ما هو مدى ده بيطعن في صحتها المطلقه، وبالتالي ما دام بيطعن في صحتها المطلقه لازم تستخدمي دائما ادوات الترجيح. ادوات الترجيح اهمها مين اند اور مايند. ماشي هات بقى خلاص عشان بس نخلص اللي في كام واحد تاني فاضل الاستاذ وبس مش كده؟ اتفضل. سمعت حضرتك يا دكتور قبل كده قلت المادة أزلية لكن تكون محدث،
ازاي نختبر او ندرس ان الماده ازليه واحنا بندرسها من خلال الكون المحدث، يعني حصل حاجه بعدين. ماشي اكتبها بقى. سؤال ثاني بالنسبه لموضوع الخرافه والناس اللي بتروج العلم لاي حاجه مش مثبته بالادوات العلميه، هو مش عايز يعترف بالادوات اللي بتختبر بيها، هل هي صح برضو ولا غلط؟ هل عشان كلنا متفقين ان هي صح او مفيده في حياتنا هي صح؟ ممكن تبقى صح بس مؤقته 500-600 سنه. ايه ممكن تبقى الادوات دي صح لينا خلال 100 او 200 سنه صح. هو بينكرها من الحته دي. مش فاهم السؤال من اول. هو بينكر مين اللي بينكر اللي هو صاحب الخرافه او اللي بيروج العلم لحاجات معينه نفسيه او دينيه؟ هو مختلف في الادوات، هو مش معترف بالبرهان الرياضي او التجربه، هي ممكن تبقى صح لينا عشان مفيده في حياتنا كتطبيقات. يعني هو قصدك الاشخاص زي الشخص اللي كتب على الكوانتم، لحظه اللي كتب وربطه ببعض الايات والاحاديث وكلام بيننا، هو مش مؤمن بالعلم اصلا، لكن هو عاوز يوظف هذا اللي هي الادوات، شايفها ادوات مرحليه يبغى يوظفها. بس ادوات مرحليه مش يوظفها توظيف مرحلي. ماشي ده، بس ده برضه بعيد في نواياه، يعني هل هو مصدق ايه شخصيا؟ انا ما اعرفش يعني، ما يعني مش مهم. طب هو في سؤالين كمان تانيين جم يعني من شيخنا الساعه 8. ماشي بقى اخر سؤالين دول، واحد خاص بايه؟ بفكره العدم، هل في عدم فيزيائيا؟ العدم فلسفي موجود، انت عارف اللي هو حتى في دينيا في الخلق من عدم او الايجاد من عدم، لكن هل فيزيائيا في عدم يعني حاجه ما فيهاش حتى اللي هي الافراغ اللي هو الفراغ سبيس، ما فيش سبيس حتى مش ماده، هل ده الطاقه المعتمه وغير المعتمه وكده؟ لا ده في سؤال بتاع الدين والعلم يا ابو ماشي ما موجود. اوكي انت عايز تقول ايه؟ هو ليه رغم ان الماده معظمها فراغ، انا مش بشوف الفراغ ده، بشوف كل حاجه موجوده. ماشي ما هو الفراغ؟ ما هو الفراغ وما هو العدم؟ حواسك الخمسه. حواسك الخمسه بتكون هذه الابعاد. وبعدين هي في نقطه عرفت بقى ده انت مش فايش. النقطه الاخيره بس تعليق بسيط، هي اللي هي السترينج ثيوري والحاجات والام ثيوري والحاجات دي كلها، هي ما زالت يعني انا يمكن اضم صوتي لصديقتي العزيزه اسماء في حكايه انها هي ممكن يعني ده في جدل موجود، هل هي فرضيات علميه؟ ده برضه الفرضيه العلميه غير النظريه، يعني ايه يعني الفرضيه مش خرافه. الكوانتم ميكانكس الكوانتم ميكانكس مبني على اربع فرضيات فقط لا غير. ايوه بنسميهم فرضيات بوست تيوريز. أيوه. ولكن الكوانتم بتكون معاك انت دلوقتي انجح نظريه لتفسير الطبيعه على المستوى الصغير. ماشي منها فرض يعني مثلا الويف فانكشن دي نظريه ولا فرضيه؟ فرضيه لكن باستخدامها يعني شرودنجر عمل لنا الكون ده كانه ملعب، يعني بنفسر بيها كل تقريبا كل شيء يعني وفقا لتقدمنا في العلم. دكتور هو في خلط يعني عايزين حياه مطلقه، فممكن يعني العلم عمره ما يقول لك حياه مطلقه. ما اقول لك ليه بقى؟ ماشي خلاص احنا قفلنا البانل، مفيش حد يسال ولا يعلق، الدكتور يعلق خالص وفي النهايه الدكتور هو ماشي في العدد يسال. هم اكوان متوازيه ولا متعدده؟ الاكوان المتوازيه متداخله اكوان متوازيه لو هم انت قصدك ان هم مستقلين عن بعض؟ انا قصدي متداخلين ولا هم متوازيين؟ ما في مودلز او المودلز بتاعت الاكسترا دايمنشن الابعاد الزائده بتقول لك ان الاكوان دي متوازيه، بس طريقه الاتصال الوحيده بينهم هي الجاذبيه. ماشي ازليه الماده هل في ايه؟ هل هي صوره مخادعه؟ لا ليه؟ أزلية المادة لو أنت عايز تقول لي هل في بداية مطلقة؟ طب هل في نظام فيزيائي له بداية مطلقة؟ حضرتك اسمك إيه؟ أستاذ عبد الحافظ. هل حضرتك ليك بداية مطلقة أقدر أقول عليها إنك ليك بداية مطلقة؟ ولا أنت جيت مثلا من اتولدت؟ مفيش بداية مطلقة حتى للمادة اللي مكونك أنت. لو أنت عايز تقول ان البدايه ان في بدايه مطلقه، طب ما انت نروح للفاكيوم، هل الفاكيوم نفسه فيزيائيا هل هو فعلا عدم لا نهائي، ولا في احتمال انه ينشا منه جسيمات وجسيمات مضاده؟ في احتمال، الاحتمال ده قائم وبنسميه كوانتم والفاكيوم فلكتويشن، ويمكن قياسه تجريبيا، واخر مره تم قياسه تجريبيا بشكل دايركت في المانيا، وتنشر تم نشر البحث ده في مجله ساينس في اكتوبر 2016، وتم تأكيد هذا الأمر بشكل في أكثر من تجربة، بدءا من الستينات من أيام كازمير إفكت لحد
اكتوبر 2016 في التجربه اللي اتعملت في المانيا، وكان عباره عن دايركت ميجرمنت اوف فاكيوم فلكتويشن، او قياس مباشر ل فاكيوم فلكتويشن بالعربي يعني اللي هو اهتزاز الفراغ او تردد الفراغ. تذبذب الفراغ. تذبذب الفراغ. فيعني يعني تقدر تقول لو انت عايز توصل طب هل الماده يمكن افنائها بالكامل؟ هتفضل برضو حتى لو انت جبت فاكيوم فيزيائي، الفاكيوم الفيزيائي ستيل في احتماليه انه يطلع منه ماده. طيب ازاي يكون ازلي؟ ده كان سؤال حضرتك، ازاي يكون ازلي؟ احنا ما بنقولش يكون ازلي. المودلز الفيزيائيه بتقول لك ان الكون هو عباره عن تطور من تطورات الماده. البيج بانج مجرد حدث ولكنه ليس الحدث المطلق. مسرحيه بمصريين جدد. ايه؟ مسرحيه بمصريين جدد. بالظبط حضرتك، ممكن حاجه زي كده. تعريف الوعي فيزيائيا ما عنديش ادنى فكره ازاي الوعي يتم تعريفه فيزيائيا. بنتكلم عنه ليه؟ بنتكلم عنه ليه؟ الفيزياء تصدرات واصلا. ايه؟ مجرد طموح ان احنا نحاول نفهم. لكن هل في الفيزياء تعرضت في ابحاث تعرضت لتعريف الوعي؟ نعم. في ابحاث في اخر يمكن 5 سنين، منهم بين روز نفسه عمل بحث لمحاولة تفسير الوعي الفيزيائي بفيزياء الكم. ولكن في بحث برضو عمله احد اصدقائي اللي هو دكتور مير فايزل على ازاي يقدر يعمل كوانتيفاينج للوعي. في ناس بتحاول تفهم ده من خلال الفيزياء. لكن هل عندنا تعريف مطلق لي زي ما اقدر اعرف لك مثلا الانرجي، او اقدر اعرف لك السرعه، او اقدر اعرف لك الحركه؟ ما عنديش. لا مش عايزين نقاش والله، بعدين ممكن النقاش مع الدكتور كمان على الفيسبوك بيودع كل الناس. لكن هنا ما عشان احنا فاضل لنا ربع ساعه ويوضع الاسئله دي. تمام. الاول الناس اللي سالت. تمام. وبعد كده لو في اسئله اضافيه ما فيش مشكله. سؤال، مين بيكمل مين، الدين ولا الفيزياء؟ يعني ايه مين بيكمل مين؟ يعني هما الاثنين بيكملوا بعض؟ ايوه، يعني مين فيهم بيكمل الثاني، ولا العلم هو ولا الفيزياء اللي يعني هو اللي يكملوا بعض، ولا واحد يحل محل الثاني؟ لا انا وجهه نظري المتواضعه ان العلم له حدود للتطبيق. الحدود ديت هي حدود لمحاوله ان احنا نفهم او to make sense of the nature، يعني نحن نعمل معنى للماده. لكن هل العلم يقدر يجاوبك على كل الأسئلة الوجودية اللي ممكن تخطر في عقلك؟ لا أدعي ذلك، وليس هناك عالما بحق يستطيع أن يدعي ذلك. فأنت ممكن تحط السياق كلمة ستيفن هوكينج اللي أحيانا فأنت ممكن الفلسفة أو ما أنت نفس الكلام. أنت هتفضل في أسئلة لا نهائية. الأسئلة لا نهائية ديت عمر العلم ما هيجاوبك عليها بشكل نهائي، لأن العلم متواضع. بيقول لك يا عم الحاج أنا لوكل، واي نظريه في الفيزياء هي نظريه لوكال. يعني ايه لوكال بمفهومها؟ يعني محليه. يعني ايه محليه؟ يعني لها حدود في التطبيق. خارج هذه الحدود العلم لا يستطيع ان يجاوب. ايش كمل يا دكتور؟ فبالتالي عايز بقى تكمل ده انت مثلا على دين محدد او على كذا، عايز تكمله باي افكار انت حر. الحقيقه العلم هو اللي لازم يكمل. مقاطعه بسيطه، ما ينفعش الفكر والفلسفه، العلم هو اللي لازم يكمل. ايه اللي حل المشكله؟ اوكي. ايه الفرق ما بين الكونكتد والديسكريتايزد؟ لا، الكونكشن هنا من خلال التفاعل. احنا كونكتد من خلال تفاعلاتنا مع بعض، ده التواصل. لكن الطبيعه في حد ذاتها، المشاهد دي اللي هي متواصله من خلال التفاعلات، هي عباره عن مشاهد مقطعه. السبيس والتايم مقطع، مش دائما موجود. فهو كونكشن ديسكريتايزد او تفاعلات كميه، زي ما تفاعل بيحصل على المستوى الكمي. الانرجيز التفاعل هنا بيحصل ولا ما بيحصلش ما بين هيدروجين مثلا وما بين مثلا اكسجين؟ بيحصل. طيب التفاعل اللي بيحصل ده بيحصل بحدود محدده من الطاقه ولا مش حدود محدده من الطاقه؟ بحدود محدده بالطاقه لها كمات محدده. فهنا ان هم متصلين من خلال تفاعل، بس التفاعل نفسه محدد بقيم محدده من ايه؟ من الطاقة. ومن هنا من سن بيطلع في كلمة كوانتا أو كوانتم، الكم. ماشي؟
السؤال بيقول لك داز جاد بلاي دايس، هل الرب ايه يلعب بالزهر؟ دي كلمه أينشتاين. دي كلمه قالها اينشتاين ان الرب لا يلعب النار. يعني ليه؟ لان فيزياء الكم قالت لك بمنتهى البساطه الفيزياء الكم قالت لك بمنتهى البساطه ان انت بتتداخل مع النظام اثناء قياسه، فبنسمى عمليه تداخلك هي اللي بتقرر سلوك النظام. النظام ملوش بريسكريبشن محدده يمشي عليها، ده ماشي بناء على طريقتك انت في قياسه. مفيش يعني وصفه او مفيش مانيوال محدد للنظام ماشي عليه، ده بيمشي وفقا لانت ازاي بتبصم عليه. فبنسمى هنا اينشتاين قال لك يعني كده مفيش مانيوال، مفيش مانيوال للطبيعه، الطبيعه ماشيه كده. وده كان سر اعتراضه الازلي على الكوانتم ميكانكس اللي هو لحد ما مات كان معتقد ان اكيد في مانيوال مجرد للطبيعة مستقلة عن اي اوبزيرفر، ملوش دعوة بالاوبزيرفر، ولكن هو فشل انه يقدر يوصل للصيغة دي حتى ما ماته. الطبيعة ديسكريتايزد ازاي؟ ما احنا جاوبنا على ده. تايم از ريليتيف، وازاي التايم از ان الوجن؟ بشكل لوكال التايم بيتوجد نتيجة حركتنا اللوكال. يعني مثلا زي ما ايه، انك انت عندك بالونة وبتحرك نملتين جوه، النملتين وهما بيتحركوا في حركة في موشن ماشي، بس انت شايف الكرة من بره، شايف حركتهم المستقبلية لانك انت اللي رسم لهم الطريق، وشايف حركتهم الايه البسط، وشايف حركتهم في اللحظة دي. فبره مفيش زمن بالنسبة لك، ده انت رسم الطريق بالظبط، لكن بالنسبة لهم هم بشكل لوكال في زمن لأنهم بيعملوا حركة بشكل لوكال. فهم؟ النتائج المتوقعة من الـ LHC، الـ LHC طبعا كان هدفه ان هو يختبر حاجات كتير جدا، منها حاجة اسمها الهيجز وتم إثباته تجريبيا، حاجة اسمها السوبر سيمتري التماثلية الفائقة ودي لم يتم اختبارها بعد، الاكسترا دايمنشنز ودي لم يتم اختبارها بعد او ما لقاهاش. في حاجات كتير جدا بيحاول يفهمها، هل ممكن نقدر نولد حاجه زي الثقوب السوداء في المعامل؟ محدش عارف. فال LHC هدفه ان هو فعلا يحاول يفهمنا الطبيعه على المستوى الفاندمنتال بتاعها، وادانا نتائج كثيره بتحاول تفهمنا عن الطبيعه. هل الذكاء الاصطناعي بديل الانسان؟ اظن لا. المخ الإنساني فعلا أعقد بكتير جدا من أي آلة تخضع للذكاء الاصطناعي اخترعناها حتى اللحظة. احنا افترضنا ان احنا مكونين من عدد لنهائي، ازاي انت بتقول لي دلوقتي هقدر اعد الجزيئات صح؟ لا، عد ذراتك. طب مش عد ذراتك، عد الجسيمات اللي داخله لك واللي خارجه منك واللي قاعده جواك. ماشي، مش نهائي ايه؟ عد يا حبيبي، عدها بقى. عد اللي داخل لك واللي خارج لك واللي جواك. عد ذرات الرمله اللي في الاوضه. عد انا ايه؟ انت هنا بقى تقول لي انا اقدر اعد الجزيئات، بس الجزيء في حد ذاته اقدر اقول لك ان هو مكون من مي كذا وكذا. عد بقى، في الماثماتكس لازم ترجع للا نهاية. حبة الملح ما اقدرش اعد. احنا حرفيا لا نهائيات بتقيس لا نهائيات. دكتور بشكل ما او باخر ممكن نقول عدد الخلايا ريلاتيف دي. عدد مع الخلايا بقى مكونه من ايه؟ انت عايز انت برضه ايه وقفت عند اللمبه، ما دي ممكن اسمي الخلايا لمبه. عيش بقى، خش بقى جوه يا حبيبي. ماشي. طب والخلايا متاثره بايه؟ ايه عدد التفاعلات اللي مع الطبيعه رايحه لها وجايه منها؟ واللي ماتت واللي حي. واللي ماتت واللي حي، وعيش بقى. كمل عشان فاضل 10 دقايق وهنقفل. احنا افترضنا ان احنا مكونين عدنا ازاي؟ ايه؟ نختبر ده قلنا صاحب الخرافه وربطه بالعلم.
يا عم خلي بتوع الخرافة في الخرافة يعني. دول اخرهم دول دا دا دول لهم استاذ دكتور طاهر الدمرداش ده اقصى اقصانا معاهم ما نعيش معاهم اكتر من كده يعني حرفيا دول مش هتناقشهم في ايه. ففعلا ما ينفعش تتعامل معاهم غير بالكوميكس اللي بيعملها اخونا الدكتور طاهر الدمرداش يعني, وله منا افضل تحيه يعني ان هو بيرسم على وشوشنا البهجه يعني. صاحب هل في عدم ايه عدم فيزيائيا؟ ما انت هل في عدم مطلق فيزيائيا؟ مفيش. كل الفاكيوم اللي رصدناه بيعمل فلكتويشن. لو عرفت تلاقي لي فاكيوم ما بيعملش فلكتويشن يبقى في عدم مطلق, بس ده مش ممكن بفيزياء الكم. كل الفراغ فيه فلكتويشن, في فلكتويشن كله ليه مش شايف فراغ الماده؟ ما احنا قلنا يا عم انت احنا حواس خمسه مش هتشوف حاجه. احمد ربنا انك شايف كده على التكراس. ماشي ماشي. الكوانتم كمبيوتر الكوانتم كمبيوتر حضرتك ما ردتش عليه. ما احنا قلنا هل الذكاء الصناعي اي بديل الانسان؟ لا هيبقى في كوانتم كمبيوتر بس برضه مش بامكانيات الكوانتم كمبيوتر اللي في مخك حقيقه يعني. نو I don't think so. لأن فعلا الموضوع السؤال هل الكوانتم كمبيوتر قادر على أنه يولد وعي ولا لا؟ هل هو ممكن يبقى سيلف أوير وفيم سيلف ولا لا؟ السؤال ده مش عارفين نجاوب عليه لحد دلوقتي. طب هو ممكن السؤال بصيغة ثانية, هل هو احنا ممكن أصلا يصلح أن احنا نبص للبرين as a computer؟ أصلا ده الافتراض نفسه غلط. ده برضو سؤال كويس, بس احنا بنقول لك ايه we are trying to make sense of things. احنا شايفين ان في هاردوير معقد جدا مكون من 100 مليار عصب, فبنسميه كوانتم كمبيوتر. لو في تسميه اعلى من كده ممكن نسميها. انت عارف دكتور لو سمحت في بعض الروبوتات تست اختبارات الذكاء واختبارات الوعي. بس بنسبه قد ايه؟ بنسبه منك قد انت قد ايه؟ الوعي نفسه هقسمه. ما انت عملت ارتفيشال بكتيريا في المعمل ماشي, بس بالنسبة قد ايه؟ بوعي قد ايه؟ اوكي في اني كوزر كوتشن. شكرا يا دكتور. شكرا. الف شكرا حضرتك. بنشكركم وكل ثلاث محاضرات زمرة الساعة 6. سيبوا سمع ده.